السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الفضل والنعم والجود والكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأطلعه على غوامض الحكم، وصلى الله على النبي الأكرم، وهدى به إلى الطريق الأقوم، وجعل أمته خير الأمم. يسعدني أن أكون معكم في التقديم من فريق منصة أريد الدولية، الأستاذة صفا محمد علي، فأهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء. تسر منصة أريد الدولية للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية، وبرعاية الجامعات والمؤسسات العلمية الشريكة للمنصة، أن نقدم لكم قراءة في كتاب نموذج ترويض الأفكار البحثية. وكما قيل إن العقل البشري كالبحر العميق، كلما غاص فيه المرء اكتشف أعماقا جديدة. فلنبدأ رحلتنا الاستكشافية لعالم التفكير المدهش، إلى أعماق العقل البشري وتفاعلاته المعقدة. ولنعرف كيف يمكن للأفكار أن تتطور وتتحول إلى اكتشافات وابتكارات مبهرة، ولنستكشف كيفية ترويض الأفكار والقدرة على التفكير البحثي بطريقة فعالة ومبتكرة، وكيفية تطوير رؤية فريدة ومبتكرة في أي مجال لتحقيق نجاحات أكبر في مجال البحث والتفكير. ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا سعادة الدكتور علي موسى هوساوي، مبتكر نموذج السيطرة على تراكم المعلومات البحثية ونموذج ترويض الأفكار البحثية. ونستعرض مع حضراتكم نبذة مختصرة من سيرته العلمية. سعادة الدكتور علي موسى حاصل على شهادة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في العلوم الإدارية والإنسانية في قسم الصحافة والإعلام، وحاصل على عدة دبلومات تخصصية، منها دبلوم إدارة أعمال، ودبلوم البحث العلمي، ودبلوم تحكيم البحوث العلمية. مدرب ومستشار معتمد من الأكاديمية الدولية للتدريب والتطوير، مدرب معتمد في مهارات التفكير الفورت، عميد الدراسات العليا بالفرع الثالث بجامعة إفريقيا الفرنسية العربية، أستاذ مناهج البحث في العلوم الإدارية والإعلامية بالجامعة الإسلامية بمنسوتا، عضو اللجنة العلمية ورئيس الجلسة الرابعة في الملتقى الدولي الابتكار في البحث العلمي منصة إيفاد، ورئيس لجنة البرامج في ملتقى تفعيل الإعلام الشبابي لمكة المكرمة، الرئاسة العامة لرعاية الشباب وزارة الرياضة حالياً. وسيقدم لكم حضورنا الكرام محاضرته القيمة لهذا اليوم مشكوراً. تفضل سعادة الدكتور علي، معكم الصلاحية. شكرا جزيلا أستاذة صفاء محمد علي على هذا التقديم الرائع والمبدع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولا حمد إلا له، والصلاة والسلام على خير الحامدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيأ لنا هذه التقنيات العلمية الحديثة لنتبادل العلم والمعارف مع العلماء والباحثين وطلبة العلم من شتى البلدان والدول. وأثني بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى للمنصة الراهنة للباحثين، منصة أريد، وعلى رأس هذه المنصة المؤسس والرئيس التنفيذي الدكتور سيف السويد. وأشكر فريق التنسيق لهذه المحاضرة، وعلى رأس هذا الفريق الدكتورة هند حسين عبيد التي كانت حلقة الوصل تنظيم وتقديم هذه المحاضرة، والدكتورة مريم قيس، والأستاذ عدنان قلعة المصمم المبدع، والأستاذ صفاء محمد علي المقدمة المبدعة، وكل العاملين والعاملات في هذه المنصة الرائدة منصة أريد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الجميع كتابة الصالحين والصالحات، سواء عرفنا أسماءهم أم لم نعرف أسماء البعض منهم، فالأسماء مسجلة عند الله سبحانه وتعالى،
وعنده الجزاء الأكبر. وقبل أن أبدأ يعني أقول كلمة حق، من أسرار حقيقة تميز منصة أريد العمل بروح الفريق الواحد وتوزيع المهام والأدوار كل في مجاله وتخصصه، وهذا سر من أسرار التميز والإبداع في هذه المنصة الرائعة. موضوعنا لهذا اليوم أو المحاضرة بعنوان قراءة في كتاب أو كتاب نموذج ترويض الأفكار البحثية الذي صدر مؤخرا للعبد الفقير إلى عبد ربي علي موسى قوساوي. وأنوه أن الكتاب في صيغته الإلكترونية هو متاح ومقدم كهدية مني ومن المنصة، فبإمكان زيارة المكتبة الرقمية في منصة أريد أو زيارة قناتي على التليجرام قناة العلمية الدكتور علي موسى قوساوي، فالكتاب مني. أما بالنسبة للكتاب الورقي الذي سأل عن الكتاب الورقي، حقيقة الكتاب الورقي يطلب عن طريق دار ريادة أو خلال موقعهم أو عن طريق موقع أمازون بالسعر المحدد الذي حددوه للباحثين، ويصل إلى جميع يعني أنحاء العالم. هذا فقط من باب التنويه لمن سأل عن الكتاب. نبدأ على بركة الله في هذه المحاضرة التي ربما يعني لا أطيل فيها كثيرا، وسأخذ ربما ساعة ونصف، ثم أترك الساعة نصف الساعة الأخيرة للآخر. قراءة في كتاب نموذج ترويض الأفكار البحثية، وكما قرأت في الإعلان عن المحاضرة، هناك بعض المحاور التي سنتناولها بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن تلك المحاور سبب تأليف هذا الكتاب. ليس مجرد فقط التأليف من أجل التأليف أو يقال فلان عن الكتاب، وإنما لا بد أن يكون هناك أسباب جوهرية تجعل الإنسان يؤلف كتابا لسد فجوة أو تبسيط بعض العلوم أو تصحيح بعض الأخطاء أو اتصال بعض المعارف، وكما لا يخفى على شريف علمكم أعراض التأليف سواء في القديم أو الحديث. مفهوم العقل البشري وآليات بناء العقلية البحثية، هذه من ضمن الفصول التي تحدثت عنها، عن عملية قبل أن نبدأ بترويض الأفكار لا بد أن نعرف بعض الموضوعات المتعلقة بموضوع ترويض الأفكار البحثية. ثم بعد ذلك في الفصل الثالث تحدثت عن التفكير، مفهوم التفكير ومهارات التفكير ومدارس التفكير وطرق تعليم التفكير وغير ذلك من الموضوعات التي تناولتها في هذا الفصل. ثم الشاهد من الكتاب وهو نموذج ترويض الأفكار البحثية، عناصر تلك النموذج يعني احتوى تقريبا على 6 عناصر موجزة تسهل عملية فهم كيفية طرح الأفكار البحثية، ثم ومن ثم تحويلها إلى خطة بحثية وبعد ذلك بحث علمي. طبعا قدمت مشكورة الأستاذة وفاء سيرة موجزة علمية للعبد الفقير العبد في علي موسى الهوساوي. وأما بنعمة ربك فحدث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من العلم النافع، وأن يجعلنا من الشاكرين العاملين بما علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في أي لقاء أبدأ بقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل آية 78: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالأصل في الإنسان الجهل، ولكن الله سبحانه وتعالى هيأ له السمع والأبصار والأفئدة، فلذلك لا بد أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، ونتواضع كلما ازددنا علما وحصلنا على معلومات نتواضع، لأن الأصل فينا الجهل، ولكن الله هيأ لنا هذه الوسائل للتعلم. ومن الوسائل الحديثة التي هيأها الله سبحانه وتعالى لنا هذه الوسائل التقنية الحديثة التي كما يقال جعلت العلماء والباحثين طلبة العلم في قرية واحدة يتبادلون المعارف والخبرات المعرفية والعملية. فهذا لا بد أن نتذكر ذلك في كل لقاء نحضر، أن نضع نصب عيننا قول الله سبحانه وتعالى:
والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، فالاصل في النجاح. فلذلك لا بد من شكر الله سبحانه وتعالى، ومن شكر الله سبحانه وتعالى التواضع كلما ازددنا علما، ومن شكر الله سبحانه وتعالى ان ننشر ذلك العلم الذي تعلمناه، ونتبادل تلك المعارف، ونعلمها لغيرنا، ونبسطها لمن يحتاج الى تلك المعارف. كنت اطلع على يعني مقطع جميل جدا، يعني احد المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي كان يذكر يقول يعني الحياه هذه في مجال ما تكون من المتميزين يعني في النسبه 5% و95% يكون من غير المتميزين في ذلك المجال. فلذلك يقول اصحاب ال 5% في ذلك المجال لا بد ان يتعاملوا بلطف مع 95 الذين ليسوا مبدعين في ذلك المجال. على سبيل المثال مثلا اذا كنت مبدعا في مجال مثلا الاعلام، فستاتي في مجال اخر مثلا مجال شرعي تكون غير مبدع في ذلك المجال تكون 95%، وهنا انت في مجال مثلا الاعلام تعتبر من 5% من المبدعين، وفي مجال اخر تكون من ضمن ال 95%. فلذلك لا بد ان نتبادل الادوار في هذه الحياه، ونتواضع ونقدم معارفنا وخبراتنا للاخرين. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وفي انفسكم افلا تبصرون. عندما نبصر يعني ونتامل في انفسنا نشكر الله سبحانه وتعالى الذي جعل لنا هذه الاعطاء، وجعل لنا العقل الذي نفكر فيه، وجعل لنا السمع والبصر والفؤاد. فهذا كله من التأمل في نعمة الله سبحانه وتعالى وفي أنفسنا. هذه مقدمة مهمة جدا، دائما يعني أحب أن أبدأ بها. سنتناول في هذه الرحلة العلمية وفي هذه المحطة عدة أمور، منها بيان سبب تأليف هذا الكتاب وطرح الموضوع، بيان مصطلحات العنوان ومفاهيم ذات صلة بتلك المصطلحات. فصول الكتاب هي 3 فصول، هي العقل البشري، الفصل الأول، الفصل الثاني تناول فيه موضوع التفكير، والفصل الثالث نموذج ترويج الأفكار البحثية. وضعت في نهاية كل فصل أنشطة مقترحة، قد تكون أسئلة حول محتوى الفصل أو نشاط خارجي مثل الاطلاع على مقطع أو محاضرة على اليوتيوب أو قراءة موضوع من الكتاب إلى آخره. وهذه نصيحة للإخوة، فدائما اقول لزملائي المؤلفين يعني نحاول ان نبتكر في عمليه التاليف وفي عمليه شد القارئ لمحتويات الكتاب. فمن ضمن يعني الطرق التي اطلعت عليها ان تجعل في نهايه كل فصل انشطه، وليس شرطا ان تكون تلك الانشطه مجرد اسئله عن محتوى ذلك الفصل، قد تكون الأسئلة عن محتوى الفصل جزء من تلك الأنشطة. فعلى سبيل المثال عندما انتهيت من الفصل مثلا، نقول الفصل الثاني مثلا أو الفصل الثالث، فقدمت بعض الأنشطة مثلا في الفصل الثالث، فقلت مثلا: ما هو الفرق بين القدرة والمهارة؟ أذكر قبعات التفكير الست. هذه من ضمن المحاور التي وردت في الفصل، ولكن هناك بعض المحاور الأخرى يعني سأجد أنها مكملة للموضوع، ومن باب الإثراء المعرفي أرشدت القارئ إلى الاطلاع إلى ذلك. فمثلا قلت: مشاهدة حلقة على اليوتيوب بعنوان مهارات التفكير للدكتور ماجد بن جعفر الغامدي، مشاهدة حلقة على اليوتيوب بعنوان مهارة التركيز الدكتور ماجد بن جعفر الغامدي، الاطلاع على كتاب مترجم بعنوان مصيدة التشتت، والكتاب موجود على الإنترنت، والاطلاع على محاضرة على اليوتيوب بعنوان كيف تزيد فعالية يومك، الاطلاع على محاضرة بعنوان تنمية مهارات التفكير الشامل للدكتور صلاح معمار، متاحة على الإنترنت. بعد ذلك: ما هي أكثر معلومة شدت انتباهك في هذا الفصل، الفصل الثاني؟ وأخيرا قلت: ألخص الفصل. فهذه الأنشطة تجعل القارئ عندما يقرأ الفصل يكون أكثر تركيزا، لأنه سيكون في نهاية الفصل أنشطة.
وهذه الأنشطة يعني لقياس مدى استيعاب القارئ للكتاب، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الخارجية التي تغير من نشاط القارئ، يعني وتجعله يزداد حماسا لإكمال الكتاب. عندما يقوم بالاطلاع على مقطع على اليوتيوب يتناول نفس الموضوع ويزداد إثراء معرفية، فسيرجع لاستكمال الفصول الأخرى بفعالية. فهذه يعني نصيحة فقط لزملائي، الابتكار في عملية التأليف حتى يعني يستطيع القارئ أن يخرج بأكبر فائدة ممكنة. بعد ذلك أمثلة واقعية لباحثين قدمت لهم التغطية الراجعة وفق نموذج تأليف الأفكار البحثية، حتى يتأكد القارئ أن الموضوع ليس موضوعا فقط نظريا، وإنما هناك أمثلة واقعية تعايشت مع تلك الأمثلة الواقعية، وقدمت لهم التغذية الراجعة وفق نموذج تأليف الأفكار البحثية. ثم ذكرت تجربة الدكتور حزام السبيعي صاحب فكرة موقع أبشرة الداخلية السعودية، وفكرة الموقع كانت عبارة عن رسالة دكتورة. بعد ذلك طرحت تساؤل، هل يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للوصول إلى البيانات والمعلومات البحثية؟ رجعت إلى بعض الكتب المتخصصة والمواقع المتخصصة والخبراء حول ذلك الكتاب. بعد ذلك خاتمة الكتاب قدمت ملخص لأبرز ما جاء في الكتاب وفصول الكتاب، لأجعل المعلومة ترسخ لدى القارئ. ثم قدمت بعض المقترحات البحثية التي لها علاقة بموضوع الكتاب، وليس شرطا أن أقوم أنا بتنفيذ تلك المقترحات أو تأليف حولها، وإنما من يجد نفسه من الباحثين والمؤلفين ربما يتبادل إلى لتأليف يعني موضوع في تلك الموضوعات التي اقترحتها. ثم ذكرت أبرز المراجع من باب الأمانة العلمية، لكي يستطيع القارئ أن يرجع إذا أراد أن يتعمق في موضوع ما، أن يرجع إلى ذلك الموضوع. ثم الملاحق، بعض الموضوعات التي أعتقد أنها لها صلة، ولكن حتى لا يكون هناك تشتت في عملية تسلسل الأفكار، وحتى لا يكون الكتاب مثلا يعني حجمه أكبر، فأتأيد أن أنتقي بعض الملاحق وبعض الموضوعات وأختصرها وأضعها في نهاية الكتاب، ثم فهرست الموضوعات. وفي الختام ذكرت سيرة موجزة، سيرة علمية موجزة للمؤلف. وأنا دائما أقول للمؤلف خاصة في المجالات العلمية أو المجالات التخصصية البحتة، يحبذ أن تعرف القارئ بخبرتك وسيرتك الذاتية، حتى يشعر بأنه يعني يقرأ من صاحب تجربة. أما الكتب العامة قد تكون خواطر أو تجميع عام لبعض الحكم، فهذه يعني ليس شرط أن يذكر المؤلف أو جامع تلك الحكم، أن يذكر سيرته الذاتية. لكن إذا كان كتابة مثلا متخصصة مثلا في مجال ما، في الطب، في الهندسة، في البحث العلمي، فيعني أرى من الأهمية ذكر سيرة علمية مختصرة حول ذلك الموضوع، حتى والشهادات التي حصل عليها ذلك المؤلف وخبراته في مجال الدورات والمحاضرات، حتى يطمئن القارئ أن صاحب الكتاب يعني مر بتجربة وهو ينقل تجربة علمية من خلال هذا الكتاب. بعد ذلك طبعا تم تدشين الكتاب يعني قبل عدة أسابيع بمكة المكرمة عن طريق مقهى أنتيك كافي للشريك الأدبي، وهذا التوجه الآن في المملكة العربية السعودية، أن الكافيهات تكون يعني ليس فقط تقدم مثلا القهوة والشاي وما أشبه ذلك، وإنما تكون شريكة في عملية تثقيف رواد تلك الكافيهات. ولذلك هنا مقترح من قبل الأندية الأدبية في المملكة العربية السعودية أن الكافيهات تكون
شريكة في عملية تثقيف المجتمع ورواد تلك الكافيهات. فلذلك كان اللقاء يعني هنا في مقهى الكافيه في مكة المكرمة بالتعاون مع الشريك الأدبي. طبعا قدمت نسخ، مجموعة هدايا من الكتاب، نسخ ورقية للحضور، ولكن يعني لا أستطيع أن أقدم نسخ ورقية لجميع الباحثين حول العالم. فلذلك كانت الفكرة أن تكون هناك نسخة إلكترونية كإهداء لجميع الباحثين من أجل الاستفادة من الموضوع، ومن أراد كما ذكرت لكم أن يحصل على النسخة الورقية عن طريق دار ريادة أو موقع أمازون والتواصل معهم. فالعملية عملية نشر علم وليس عملية يعني عملية متاجرة في الكتب. الهدف الأول كما قلت لكم أن العلم ينشر بين من يريد أن يحصل عليه، ولكن التزامات بعض الدور ما يتعلق بالورق قد تضع بعض الرسوم من أجل أن توفر تلك المتطلبات المطلوبة منها. طبعا ذكرت لكم أن النسخة الإلكترونية موجودة، المكتبة الرقمية في موقع منصة أريد، وكذلك قناتي على التليجرام القناة العلمية الدكتور علي موسى وسايد موجودة، النسخة ممكن الحصول عليها بشكل مجاني. طيب، أسباب تأليف الكتاب. أبدأ الآن في سبب تأليف الكتاب. حقيقة سبق أن قدمت موضوع بعنوان نموذج السيطرة على تراكم المعلومات البحثية، وصدر النموذج في كتاب الطبعة الأولى، نموذج السيطرة على تراكم المعلومات البحثية، هذه الطبعة الأولى. وصلتني بعد ذلك بعض المقترحات في عملية نموذج السيطرة على تراكم المعلومات البحثية، وهذه حقيقة فائدة هذه اللقاءات العلمية. فالمحاضر قد يستفيد أكثر مما يفيد حقيقة. تلقيت التغذية الراجعة من متخصصين ومن بعض الطلبة الطموحين في عملية البحث العلمي. فالبعض ذكر يعني يقول أنت طرحت موضوع نموذج السيطرة على تراكم المعلومات البحثية، وهناك من الطلبة الذين لم يصلوا إلى الأفكار البحثية حتى يسيطروا على المعلومات البحثية. فلذلك يعني نقترح إذا تستطيع أن تطرح لنا موضوع عن الأفكار البحثية، كيفية الوصول إلى الأفكار البحثية. يعني هذا كان المقترح. ففعلا يعني بعد أن قدمت هذا النموذج وذكرت فيه بعض العناصر التي تتعلق بالسيطرة على تراكم المعلومات البحثية، وهي 5 عناصر: صلة وهدف وموثوقة غير مكررة، تلخيص. والمحاضرة يعني موجودة على اليوتيوب في عدد من المنصات التي يعني قدمت فيها المحاضرة، منها نادي الاقتصاد الإسلامي، نادي الاقتصاد الإسلامي بجامعة الكويت، وكذلك منصة الباحثين إيباد والجمعية العلمية للدراسات البحوث التطبيقية وبوابة الأحداث العلمية وغيرها، ممكن الرجوع إليها. وإذا سنحت الفرصة بإذن الله، إذا صدر الكتاب في طبعته الثانية، يكون لي شرف تقديم نفس الموضوع لرواد هذه المنصة الرائدة، منصة أريد بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه السبب الأول في تأليف الكتاب. والسبب الثاني، فعلا وجدت أن بعض الباحثين قد يطرحون بعض الأفكار، وعند مناقشة تلك الأفكار قد أجد بعض الثغرات في تلك الأفكار. فعلى سبيل المثال، أحد الباحثين تواصل معي وقدم يعني خطة كانت قيمة وكانت إبداعية، ولكن عندما سألته في أي تخصص تريد أن تقدم، هل هي فكرة تريد أن تقدمها في لمنظمة ما من أجل الحصول على تمويل، أو تريد أن تقدم هذه الخطة لجامعة لنيل درجة علمية في تخصص، فقال لي أن هذه الخطة يريد أن يقدمها إحدى الجامعات لتقديم بحثا ينال به درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال. فقلت له أن الموضوع والأفكار التي طرحتها لا تناسب تخصص إدارة الأعمال، إنما تناسب تخصص التربية أو الإدارة.
كانت قوية، فقلت لابد من إعادة صياغة العنوان، إعادة صياغة كيفية طرح الأفكار حتى تستطيع أن تطرح الفكرة في ذلك المجال وتحصل على الدرجة العلمية. فهذا سبب آخر جعلني أفكر في موضوع طرح ترويض الأفكار البحثية، واستعنت بالله سبحانه وتعالى واطلعت على العديد من الكتب وتناقشت مع عدد من الخبراء، وحضرت بعض اللقاءات العلمية. من ضمن اللقاءات حضرت عدة لقاءات في هذه المنصة الرائدة، منصة أريد حقيقة، حصلت على بعض الأفكار وكنت أدون أول بأول، فوفقني الله سبحانه وتعالى لوضع بعض العناصر تساعد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى في ترويض الأفكار والوصول إلى أفكار إلى أفكار رصينة. ولا شك أن النموذج قابل للتعديل وتقبل الرأي الآخر والمقترحات التي تساعد في الإبداع وسد الخلل كما يقال. طبعا هذه الرحلة أبرز ما فيها مقدمة الكتاب، بيان مصطلحات العنوان، فصول الكتاب، أمثلة واقعية، كيف روض صاحب فكرة موقع أبشر فكرته البحثية، الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للوصول للمعلومات، خاتمة الكتاب، أبرز المراجع، ملاحق، فهرسة الموضوعات، المؤلف في سطور قائد هذه الرحلة، أحدثكم عبد الفقير إلى في ربي علي موسى وساوي، تنظيم منصة أريد. خماسية استفهامية قبل الانطلاق، ماذا، لماذا، ماذا لو، كيف، متى، وهذه بعضهم يسمي ذلك يعني أسئلة الفهم الخمسة. ماذا، نموذج ترويض الأفكار البحثية، لماذا هذا الموضوع، من أجل تسهيل عملية الوصول للأفكار البحثية الرصينة. ماذا لو، تعلم الباحث كيفية ترويض أفكاره سيصل بإذن الله إلى أفكار بحثية رصينة. كيف؟ عن طريق بعض الخطوات التي سنذكرها سريعا في هذه القراءة السريعة. متى؟ الآن بإذن الله سبحانه وتعالى. مقدمة الكتاب كما أشرت إليكم، أشرت في مقدمة الكتاب الحافز الذي جعلني أقوم بإعداد هذا الكتاب، ومن ذلك يعني ما لمسته من خلل أو بعض لدى بعض الطلبة في مسألة مهارات التفكير والتفكير الإبداعي والتفكير الناقد وما يتعلق بالعصف الذهني، بالإضافة إلى أنني أحببت أن أحول بعض المعلومات النظرية التي حصلت عليها من خلال حصولي على مدرب معتمد في مهارات التفكير الكور، وحاولت أن أستثمر ذلك وأحول تلك المعلومات إلى يعني واقع عملي يستفيد منه الطلبة الدراسات العليا. وفي المقدمة أيضا أشرت إلى بعض يعني أنني استشهدت بالعديد من المراجع ممكن الرجوع إليها، وسردت تلك المراجع في قائمة المراجع في نهاية الكتاب، وذكرت أن أسلوب الكتاب يعني جمع بين الأسلوب العلمي والأسلوب السهل، حتى يستطيع الباحث المبتدئ أن يفهم ما جاء في ذلك الكتاب، لأن بعض الكتب المتقدمة في مجال البحث العلمي تكون بلغة يعني عالية جدا، يعني لا أقصد يعني لغة المرور، وإنما يعني مصطلحات ربما لا يفهمها إلا الباحث المتقدم أو المتخصص، الباحث المبتدئ قد تصعب عليه بعض المصطلحات. حاولت أن أجمع بين اللغة العلمية وبعض الأساليب البسيطة التي يستطيع أن يفهمها الباحث المتوسط والمبتدئ. هنا فهم المصطلحات بوابة العلم دائما كما يقال، ولذلك دائما أقول أيها الباحث، أيها المؤلف، قبل أن تتعمق في متن الكتاب أو متن البحث، حاول أن تفهم أولا أنت المصطلحات، حاول أن تفهم أنت المصطلحات حتى تستطيع أن تفهم غيرك تلك المصطلحات. بعض الباحثين يريد أن يقدم موضوع، عندما تسأله عن الكلمات المفتاحية ومعناها لا يعرف، فكيف تريد أن تقدم موضوع أنت لم تفهم مصطلحاته ولم تتعرف عليها بشكل جيد؟ لذلك كما يقال دائما فهم المصطلحات بوابة العلم. وكنت أطلع في لقاء يعني جميل جدا أيضا وضعته في قناتي على التليجرام للأستاذ أحمد مكرم، يعني أسرار التجدد اللغوي، يعني كان لقاء جدا جميل، ذكر
10 أسرار للتجدد اللغوي، ومن تلك الأسرار ذكر ما يتعلق بفهم المصطلحات وأيضا استخدام المصطلحات، ذكر إدراك المصطلحات واستخدام المصطلحات، يدرك الكاتب أو المؤلف المصطلحات ويستخدمها بشكل صحيح، ويمكن الرجوع إلى ذلك اللغة. فذكرت النموذج، ماذا أقصد بالنموذج؟ طبعا النموذج هناك عدة تعريفات للنموذج، وهو تمثيل نظري موجز ومبسط للعالم الحقيقي أو لعملية، هو طريقة مفيدة للتفكير لأنه يتسم بالوضوح دون أن يغطي تلك الأجزاء الغموض التفصيلات، وهو يلعب دورا مهما في صياغة النظرية فيما بعد. ومثال للنماذج، نموذج العمل التجاري للمهتمين بالمشاريع التجارية، هناك نموذج يتكون من 9 عناصر تقريبا، يعني النموذج لا يتجاوز الصفحة، ولكن نموذج سهل، إذا أردت أن تقدم على مشروع صغير أو متوسط تستطيع أن تستعين به بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للوصول إلى مشروع ناجح. فالعملاء، العلاقة مع العملاء، القيمة المقدمة، الأنشطة الأساسية، الشراكات، قنوات التواصل، الموارد، التكاليف. لكن المقصود بالنموذج في هذه المادة، وهذا ما يسمى بالتعريف الإجرائي، مثال يحتذى به ويقاس عليه. ترويض، كلمة ترويض يعني لا تحمل معاني سلبية، وإنما يعني جاءت في بعض المعاجم العربية، روض الغيث المكان أي جعله أخضر ذاب سلبي، روض المدرب الوحش أي راضه ودربه ليكون مطيعا. فالمقصود بالترويض في هذه المادة تقويم الأفكار وتصنيفها وتعديلها، ومن ثم اختيار الفكرة المناسبة ذات الصلة بالتخصص الدقيق وفق منهجية البحث العلمي. وكما أشرت لكم أن استخدام كلمة الترويض مع الأفكار البحثية، ربما البعض يقول ترويض الأفكار البحثية، كيف نجمع بين الترويض وهي كلمة، وهي كلمة من باب الاستيعاب فقط، يعني سواء استخدمناها بمعناها الحقيقي أو بمعناها الرمزي. فكلمة ترويض تستخدم رمزيا في العديد من المواضيع، مثل ترويض النفس وترويض الإنسان، ترويض الإنترنت، وهي يعني لا تحمل بالشر على دلالات يعني سلبية، سواء كانت بمعناها الحقيقي كما ذكرت أو بمعناها الرمزي. فالترويض بمعناه العام هو التقويم والإصلاح والتعديل، وهنا يعني الباحث يقوم بتقويم وإصلاح وتعديل الأفكار لتكون أفكار مناسبة يطرحها في بحثه. بعد ذلك التفكير، هناك العديد من التعريفات التي ذكرت حول التفكير، واخترت هذا التعريف بمعنى كل نشاط عقلي هادئ يتصرف بشكل منظم في محاولة لحل المشكلات وتفسير الظواهر المختلفة والتنبؤ بها والحكم عليها باستخدام منهج معين. ففي البحث العلمي نستخدم إحدى المناهج، هناك المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي والتاريخي والاستنباطي وغيرها من المناهج حسب البحث الذي يقوم به الباحث، وقد يخضعها للتجريب أو في محاولة للوصول إلى قوانين. ثم بعد ذلك الفكرة، ما هي الفكرة؟ هي نتيجة التفكير الذي يقوم به الإنسان، وهي على قسمين، الفكرة الواعية وهي الفكرة التي يستطيع الإنسان صياغتها بسبب وعيه الكامل وأحاسيسه وإدراكه الخاص، والفكرة اللاواعية وهي نتيجة الفكرة التي لا يعيها الإنسان أو يعيها على نحو غير واضح ويجتهد لصياغتها. بعد ذلك الأفكار البحثية، ما هي الأفكار البحثية؟ هنا أشير إلى نقطة مهمة، أن هناك فرق بين الأفكار البحثية والخطة البحثية، وإن كنت وجدت في بعض الجامعات يعني بعض الخطط البحثية مكتوب عليها أفكار الفكرة البحثية، هناك فرق. إذا جئنا من ناحية اللغة، هناك فرق بين الفكرة البحثية والخطة البحثية. فالفكرة البحثية كل ما يتردد على ذهن الباحث من أفكار ومقترحات من خلال تأمله واطلاعه وتجربته العملية أو تحليلاته للواقع في مجال تخصصه. أما الخطة البحثية هي عبارة عن أشياء مكتوبة لتحويل تلك الأفكار إلى واقع عملي، خطوات التي سيقوم بها الباحث لجعل تلك الأفكار إلى واقع، بحيث يقوم بكتابة الهدف، مشكلة البحث وأهداف البحث والأهمية، ثم بعد ذلك الدراسات السابقة، الأدوات التي سيستخدمها للوصول إلى النتائج
المراجع والمصادر التي سيعود إليها. فهذا هنا أصبحت الفكرة إلى تحولت الفكرة إلى خطة بحثية. وسبق أن قدمت لقاء أمس بعنوان كيف مهارات وخطوات تحويل الفكرة البحثية إلى خطة بحثية، واللقاء أيضا موجود على قناتي على التليجرام، ممكن الرجوع إليه للمزيد من الاستفادة. البحث العلمي، عرف البحث العلمي أيضا بتعريفات، ذكرت في الكتاب أخذت إحدى التعريفات أنه عملية علمية يقوم بها الباحث بجمع الحقائق، لا يجمع فقط مجرد الأمور التي لا تستند إلى حقائق وأدلة وبراهين، وتستوفي تلك العملية العناصر المادية والمعنوية. قد ينفق الباحث أثناء بحثه من خلال الحصول على بعض المراجع، شراء بعض المراجع، وقد يسافر من أجل الحصول على معلومة ما أشبه حول موضوع معين في مجال تخصص الباحث. البحث العلمي ليس أن الباحث يتناول موضوعا عام بعنوان عام، إنما نقطة يأخذها ثم يتعمق فيها في مجال تخصصه، ثم يقوم بفحصها وفق مناهج علمية مقررة من تلك المناهج التي سبق أن أشرت إليها، منها الوصفي والتجريبي والتاريخي وغيرها، ويكون له رأيه وموقفه. البحث العلمي ليس عبارة عن فقط نسخ ولصق، وإنما لا بد أن يكون للباحث موقفه، ويكون له رأيه حول الآراء التي طرحها أو اختارها من قبل الآخرين، فيتوصل بعد ذلك إلى نتائج وإضافات جديدة. فمن أهداف البحث العلمي تغطية إحدى الفجوات وتقديم إضافات جديدة تفيد المجتمع. بعد ذلك تناولت ما يتعلق بالتفكير، ما يتعلق بالتفكير في الفصل الثاني، التفكير مفهوم ومهارة. هنا لو طرحت تساؤل وقلت لكم يعني كنشاط سريع، لو كل واحد يكتب في محرك البحث مهارات التفكير، فسيجد آلاف الأنواع تخرج له من أنواع التفكير. التفكير الاستنباطي، التفكير التصوري، التفكير التحليلي، التفكير المقارن، التفكير الإبداعي. فلذلك يطرح بعض الباحثين يعني بعض التساؤلات، ما هي مهارات التفكير المناسبة التي يعني تفيد الباحث؟ حقيقة وجدت إحدى الإجابات من أحد المتخصصين، وهو الدكتور صلاح المعمار، وهو متخصص في مجال التفكير، فيقول أن هناك 4 أنواع من أنواع التفكير إذا ألم بها الباحث فبقية الأنواع ستكون تبع لتلك الأنواع الأربع، وهي التفكير الناقد، والتفكير التحليلي، والتفكير العاطفي، والتفكير الإبداعي. وقد يعني شرحت هذه الأنواع بالتفصيل في الكتاب، وممكن الرجوع أيضا إلى يوتيوب الدكتور صلاح معمار تحدث عن مهارات التفكير الشامل. فهذا الفصل الثاني الذي تحدثت فيه عن مهارات التفكير، وأهم ما فيه ما يتعلق بالتفكير الناقد، والتفكير التحليلي، والتفكير العاطفي، والتفكير الإبداعي. طبعا هذا غلاف الكتاب، يعني في الغلاف أيضا يعني كنصيحة للمؤلفين، يعني حاول أن تلخص ما جاء في الكتاب كما يقال استغلال المساحة في ظهر الكتاب، يعني يكون هناك تلخيص، يعني لا يكون ظهر الغلاف فارغ. هذه من الطرق الحديثة في التعليم، تذكر سيرة ذاتية موجزة عن المؤلف، ثم بعد ذلك قبل أن يفتح القارئ الكتاب يفهم ما ستتحدث عنه. فهنا ذكرت يعرض المؤلف في هذا النموذج، نموذج تعويض الأفكار البحثية، عناصر مهمة تساعد الباحثين وخصوصا المبتدئين على ترويض أفكارهم البحثية، ومن ثم اختيار الفكرة البحثية بناء على الأسس المنهجية السليمة والأهداف الواضحة والارتباطات التخصصية والاهتمامات الشخصية والفوائد المجتمعية والإضافات الجوهرية والأهمية العلمية والعملية والإمكانات التطبيقية. كما طرح المؤلف عدة موضوعات ذات علاقة بموضوع ترويض الأفكار البحثية، مثل العقل وماهيته وقدراته، التفكير ومهاراته ومستوياته، بالإضافة إلى ذكره
لأمثلة واقعية لعناوين بحثية قدم تغذية راجعة لأصحابها من خلال هذا النموذج، كما عرض تجربة صاحب فكرة موقع أبشر وزارة الداخلية في ترويض فكرته البحثية التي تحولت إلى بحث علمي وواقع عملي، ثم ختم بتقديم إجابات على عدة تساؤلات تتعلق بالبحث العلمي والذكاء الاصطناعي. وهذا ملخص قبل أن يفتح القارئ الكتاب. أعطيته ملخصا عن ما جاء في ذلك الكتاب، وهذه إحدى الطرق الحديثة في عملية التأليف، أن تقدم ملخصا في ظاهر الكتاب. الفصل الثالث هو نموذج ترويض الأفكار البحثية. كما ذكرت لكم أنه هو الشاهد من هذا الكتاب وهو زبدة هذا اللقاء، نموذج ترويض الأفكار يحتوي على هذه العناصر السته: عصف وتصنيف، ارتباط واهتمام، فائدة وتطبيق، أهمية وإضافة، صياغة عنوان، كتابة خطة. هذه هي العناصر السته التي تتعلق بموضوع نموذج السيطرة على تراكم المعلومات البحثية. ما هي هذه العناصر؟ ماذا تتحدث هذه العناصر؟ نقول أولاً العصف الذهني. العصف الذهني كما لا يخفى على شريف علمكم هو أسلوب من أساليب التفكير الإبداعي من أجل توليد أكبر قدر من الأفكار لمعالجة موضوع ما في مدة معينة. وهنا يعني أشير إلى نقطة مهمة، أن العصف الذهني الناجح يعتمد على قراءات أيها الباحث. القارئ الذي الباحث الذي يطلع كثيرا ويحضر محاضرات ويشارك في المناقشات العلمية سيجد سهولة في عملية العصف الذهني. عندما يأتي بالورقة والقلم ويجلس ليكتب بعض الأفكار سيجد العديد من الأفكار ترد إليه وفيكتبها، لكن البعض يقول أجد صعوبة عندما أجلس لا تأتيني الأفكار. فتسأل هل تقرأ كثيرا؟ هل تحضر محاضرات؟ هل تطلع؟ هل تشارك في المناقشات العلمية؟ فيقول لك لا. فلذلك يجد صعوبة في العصر الحديث. فإذا كده أقول دائما كما يقال أن الباحث الجيد، الكاتب الجيد هو قارئ جيد، كذلك أقول أن الذي يصل إلى أفكار جيدة من خلال العصف الذهني فهو في المقام الأول تجده من القراء المطلعين، وكذلك من الذين يحضرون اللقاءات العلمية ويشاركون في المناقشات. فالعصف الذهني في مرحلة العصف الذهني يعني يقوم الباحث بتوليد العديد من الأفكار، والعصف الذهني عبارة عن اطلاع الفكرة من جذورها. الله سبحانه وتعالى يقول فالعاصفات عصفا، ومعنى اقتلاع يعني تقوم باقتلاع الأفكار من جذورها. وفي مرحلة العصف الذهني أشرت في الكتاب أن الباحث يقوم بتسجيل جميع الأفكار التي لا يرد أي فكرة، لأن هناك مرحلة أخرى بعد العصف الذهني وهي مرحلة التصنيف. يقوم بتصنيف الأفكار، هناك أفكار مفيدة وقابلة للتطبيق بشكل مباشر، هناك أفكار غير مفيدة، هناك أفكار ربما ليس لها علاقة بتخصص الباحث، هناك ربما يجد بعض الأفكار الخيالية أو بعض الأفكار المبدعة. فيقوم بعملية التصنيف، ثم بعد ذلك يختار الفكرة التي مرتبطة بتخصصه والفكرة التي تكون مناسبة لذلك التخصص، تكون قابلة للتطبيق ويمكن أن يناقش الخبراء وأهل التخصص في تلك الأفكار. العنصر الثاني ارتباط واهتمام. لا بد أن تتأكد أيها الباحث الفكرة التي تريد أن تطرحها لنيل الدرجة العلمية ماجستير أو دكتوراه أن تكون مرتبطة بتخصصك الدقيق. كما أشرت لكم في القصة التي ذكرتها لأحد الباحثين أنه طرح فكرة ممتازة، ولكن بعد ذلك اكتشفت أنه يريد أن يقدمها في قسم إدارة الأعمال وهي الخطة المناسبة في قسم مثلا التربية. فلذلك لا بد أن تتأكد من هذا الأمر وتتأكد مدى اهتمامك بتلك الفكرة ومدى شغفك لتنفيذ تلك الفكرة، لأنه عندما يوجد الشغف يستطيع الباحث التغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجهه. أما عندما لا يكون لديه شغف أول عقبة تواجهه ربما قد يترك ذلك البحث. هذه من الأمور المهمة في عملية ترويض الافكار البحثيه. وعندما اقول مثلا التخصص الدقيق وقد يعني استبق الاحداث، لا يعني ان الباحث ينزل فقط في التخصص. هناك الان ما يسمى بوحده المعرفه، قد تكون هناك عده تخصصات متداخله، قد يجمع الباحث في بحثه مثلا
عدة تخصصات ويحقق هدف معين، فهذا الأمر يعني من الأهمية في مكان. بعد ذلك ما هو التخصص الدقيق؟ هنا ضربت أيضا بعض الأمثلة فيما يتعلق بالتخصص الدقيق، هو مادة أو مجال ركز عليه الطالب أثناء دراسته وتعمق في تلك المادة أو المجال من خلال حضور اللقاءات المتخصصة والندوات والنقاشات، فأصبحت تلك المادة يعني بمثابة التخصص الدقيق. فأنا بالشيء يذكر يعني في مرحلة البكالوريوس صحافة وإعلام درسنا عدة مواد، منها ما يتعلق بالإذاعة، ما يتعلق بالإخراج التلفزيوني، ما يتعلق بالمونتاج والتصميم وما أشبه ذلك، ولكن لا أجد نفسي في تلك المواد حقيقة، وإن كان أنا أخذها من باب العلم بالشيء كمعلومات عامة، وركزت في ما يتعلق بالجانب الكتابي، ركزت في مادة التحرير الصحفي، الفنون الصحفية، ما يتعلق بالمقال الصحفي والخبر الصحفي والحديث الصحفي والتقرير والتحقيق، فهذا المجال ركزت فيه أكثر، وأيضا في كتابة البحوث في مجال البحوث الإعلامية والإدارية، فأصبح هذا الأمر تخصصا دقيقا أهتم به كثيرا وأطلع فيه كثيرا، وقد يجعل الباحث هناك تخصص أدق من الدقيق، مثلا يختار التحرير الصحفي، ومن ضمن التحرير الصحفي مثلا يختار من ضمن الفنون المقال الصحفي، قد يختار مثلا يتخصص في المقال الصحفي، ومن المقال الصحفي قد يركز على المقال الثقافي او المقال الاجتماعي او الرياضي او ما اشبه ذلك، وانت ايها الباحث او الطالب انت من يحدد التخصص الدقيق بالنسبه لك. وهنا ضربت بعض الامثله، مثلا اعلام تخصص عام، والتخصص الدقيق صحافه وعلاقات عامه، دعايات واعلان، الاعلام السياسي، البترولي، الرقمي، إدارة أعمال، هناك ريادة أعمال، إدارة الجودة، التسويق، إدارة المعرفة، ذكاء الأعمال، الحاسب الآلي والمعلومات، هناك تحليل البيانات، أمن المعلومات، البرمجة، الذكاء الاصطناعي، اللغة العربية، النحو، البلاغة، الأدب، التربية، القيادة التربوية، إدارة المعرفة في المؤسسات التربوية، المحاسبة، المحاسبة الإدارية، المحاسبة الضريبية، المحاسبة المالية، المحاسبة الحكومية. قد يطرح سائل تساؤل يقول: ما علاقة هذا الموضوع التخصص الدقيق بمجال ترويض الأفكار؟ أقول بداية طرح الأفكار البحثية الرصينة المتخصصة يبدأ من التخصص الدقيق، لأنه بعض الطلبة يأتيني يقول: أريد أن تساعدني في طرح موضوع في مجال إدارة الأعمال مثلا، فأقول له: ما هو التخصص الدقيق؟ يقول: لا يعني والله لا أعلم، لا أعلم ما هو ده. أقول: لا بد أن تخصص في أي مجال تريد أن تطرح إدارة الأعمال، بحث واسع، فلا بد ان تحدد، تريد ان تطرح، هل تريد ان تطرح موضوع في مجال التفوق التنافسي، اداره المعرفه، ذكاء الاعمال، رياده الاعمال، التسويق؟ فاقول: لا بد ان تكتشف ما هو ميولك في هذه الموضوعات، وبالتالي تصبح تخصصا دقيقا بالنسبه لك. فهذا هو علاقه موضوع طرح موضوع التخصص الدقيق وربطه بترويض الافكار البحثيه، فلا تستطيع ان تطرح موضوعا رصينا دقيقا وانت لم تتعرف الى ميولك وتخصصك الدقيق، فلذلك لا بد ان تكتشف ما هي المجالات التي تميل اليها. التداخل بين التخصصات، كما اشرت لكم ان معنى التخصص الدقيق لا يعني ان ينزوي الباحث في مجال واحد، لكن يستطيع ان تكون هناك بعض التخصصات التي يكون بينها ترابط، وقد اكتشفنا هذا الامر مثلا في جائحه كورونا، ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي زالها عنا. فتداخلت بعض التخصصات الإدارية والإعلامية وأخرجت لنا بعض الأبحاث، فالتخصص الدقيق لا يمنع أن يكون الموضوع متداخلا مع التخصصات الأخرى، ولكن لا بد أن تتناول الموضوع الذي تريد أن تتناوله من تخصصك الأساسي. على سبيل المثال يعني باحث في مجال مثلا تخصصه مثلا التربية، ويريد أن يطرح موضوعا في يربطه بالإعلام، فهنا أقول: أنت في مجال التربية إذا تتناول الموضوع من الجانب التربوي وتربطه بالإعلام، تقول: التربية الإعلامية، وهنا جعلت البداية التربية الإعلامية لأنه هي التخصص الأساسي بالنسبة لك، وربطتها
الاعلام، وباحث اخر اعلام يريد ان يطرح موضوعا اعلاميا من الناحيه التربويه، فهنا يطرح الموضوع بدايه من الزاويه الاعلاميه ويربطه بالتربيه، فيقول الاعلام التربوي وهكذا. فاذا حتى لو ربطت موضوعا باخر لا بد ان يكون التناول من الموضوع من تخصصك الاساسي. فهناك الان ما يتعلق بالاعلام الاقتصادي، الاعلام التربوي، موضوعات اعلاميه لكن ربطت في تخصصات اخرى. تداخل التخصصات يعني قاد الى فهم اوسع للتخصصات الدقيقه، وانتج لنا ماذا؟ انتج لنا ما يسمى الان بوحده المعرفه، وهذه ايضا من الامور المهمه. الان هناك ما يسمى وحده المعرفه، فلا بد ان ندرك هذا الامر الذي يتعلق بوحده المعارف. والتخصص الدقيق لا يعني الانزواء في مجال واحد، وانما تناول الموضوع من عده زوايا. ظهور كما ذكرت لكم ما يتعلق بما يسمى بوحده المعرفه، ويقال ان من كان لديه معرفه في اكثر من تخصص ولو بشكل جزئي كان نتاجه الابداعي اكثر وحلوله اسرع. وهذا الامر مشاهد الذي تجده مثلا يعني في الجانب الاعلامي له المام، وله المام في الجانب الاقتصادي فيخرج لك منتجا ابداعيا. يعني حقيقه من النماذج المعرفيه التي يعني اطلعت عليها، هناك نموذج قسم انواع المعرفه الى خمسه. النوع الاول ان تمتلك يعني معرفه عميقه في مجال محدد، مجال واحد مثلا، في مجال اداره الاعمال، في مجال مثلا التربيه، في مجال الحاسب الالي، في مجال واحد فقط. النوع الثاني ان تمتلك معرفه عميقه في مجال محدد اضافه الى معرفه جيده في مجالات اخرى. المجال الاساسي مثلا في مجال اقول مثلا القانون، وتجد ايضا له يعني المام في مجال التقنيه والذكاء الاصطناعي. فوجدت يعني بعض الاساتذه مثلا في القانون والان يعني ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال نعم. فاذا كنا نتحدث في مجال تنوع المعارف، قلنا هناك من النماذج التي يعني اطلعت عليها خمس انواع للمعرفه، ان تمتلك معرفه عميقه في مجال محدد واحد مثلا في مجال اداره الاعمال او الاعلام او الحاسب او القانون او غيرها من التخصصات. النوع الثاني ان تمتلك معرفه عميقه في مجال محدد اضافه الى معرفه جيده في مجالات اخرى، تعرف من كل شيء كما يقال في الثقافه. النوع الثالث ان تمتلك معرفه عميقه في تخصصات متنوعه، فتجد مثلا بعض الأكاديميين لديه معرفة عميقة في مجال مثلا الشريعة، وتجده في مجال الحاسب الآلي مثلا من خلال بعض الدورات التخصصية أو من خلال حضور بعض المؤتمرات. النوع الرابع أن تمتلك معرفة عميقة في تخصصين مختلفين، ويكون تميزك نابع من الربط بين هذين التخصصين. كما أشرت تستطيع أن أحيانا أن تربط، مثلا تجد إنسان تربوي وأيضا له تخصص في الإعلام، فيربط بين التربية والإعلام. الخامس أن تمتلك معرفة عميقة تخصصية في مجال معين بالإضافة إلى مهارات قيادية تمكنك من قيادة فريق العمل من مختلف التخصصات. قد تكون تخصصك في الحاسب الآلي، ولكن تمتلك مهارات قيادية تستطيع أن تقود المجموعة التي ترأسها في عدة تخصصات مجالاتهم يعني مختلفة. فهذا ما يتعلق بالتداخل بين التخصصات وتنوع التخصصات. امتداد التخصص، وهذه مسألة أيضا، هل الأفضل أنني أدرس مثلا يدرس الطالب في مرحلة الدراسات العليا تخصصا قريبا مطابقا لتخصصه الذي درسه في مرحلة البكالوريوس، أو يدرس في مرحلة الدكتوراه تخصصا قريبا او مطابقا للتخصص الذي درسه في مرحله الماجستير؟ وهذا الامر يعني ما علاقته بترويض الافكار البحثيه؟ يعني اتذكر
التعليم العالي، وزارة التعليم العالي الآن التعليم وزارة تسمى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، كان من شروط الابتعاث عندما يريد أن يبتعث الطالب مثلا لإكمال دراساته العليا أن يكون التخصص الذي يريد أن يدرسه في الماجستير قريبا أو مطابقا للتخصص الذي درسه في البكالوريوس. فإذا كان درس مثلا في مرحلة البكالوريوس ما يتعلق بتقنية المعلومات، في مرحلة الماجستير ممكن هندسة المعلومات أو ما يتعلق بنظم المعلومات، يا نفس التخصص أو تخصص قريب منه. وحقيقة دارت الحوارات حول هذا الأمر، هل هو جيد أو غير جيد، فما بين رافض لهذا الأمر وما بين مؤيد وما بين يعني صاحب الرؤية الوسطية كما يقال. فهناك من يرى امتداد التخصص هو الأفضل دراسيا وعلميا ووظيفيا إلا في حالات نادرة، وهناك من يرى أن امتداد التخصص مهم في التخصصات العلمية مثل الطب، وهناك من يرى أن امتداد التخصص مصطلح جديد تطور في أمريكا أكثر من غيرها، وعدم امتداد التخصص لتخصص القانون مثلا في أمريكا هو إجباري لأن كليات القانون للدراسات العليا فقط ولا يوجد فيها برامج البكالوريوس. هناك من يرى أهمية عدم امتداد التخصص، وخلاصة القول من وجهة نظري الشخصية أن الدارس هو من يحدد أهمية امتداد التخصص أو عدم أهميته بالنسبة له بحسب الهدف الذي خطط له. والشيء بشيء يذكر على سبيل المثال، هناك عالم فرنسي اسمه تيور نال شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تخصص واحد وهو الهندسة، وهذا ما يسمى بامتداد التخصص، ولعل له هدف من خلال يريد أن يصل إلى بعض الأهداف البحثية ويصل إلى بعض النتائج، لذلك اختار امتداد التخصص. وهناك من يقول أن امتداد التخصص في المجالات العلمية هو الأفضل مثل الطب والهندسة أو غيرها في الأمور الإدارية يكون عدم الامتداد هو الأفضل. فهذا العالم اختار امتداد التخصص الإبداعي، ثم بعد ذلك حصل على درجة دكتوراه أخرى في تخصص الاقتصاد ونال بها جائزة نوبل وأصبح أستاذا في مجال الاقتصاد. إذا اختار في البداية كما ذكرت لك امتداد التخصص، ثم بعد ذلك درس دكتوراه أخرى في مجال الاقتصاد وبرع بها ونال بها يعني جائزة نوبل، لأن بعض الدراسات والأبحاث تحتاج إلى امتداد وسنوات عديدة لتحقيق بعض الأهداف. قد يطرح باحث موضوعا بحثيا في مرحلة الماجستير ثم يرى أن هناك نقطة لم يستطع أن يتناولها بسبب الوقت المتاح له وكذلك الإجراءات المنهجية، فيستقبل هذا الموضوع في مرحلة الدكتوراه فيقوم بطرح الزاوية الأخرى. فإذا امتداد التخصص بحسب ما يحدده الباحث حسب هدفه. العنصر الثالث فائدة وتطبيق، لا بد أن تتأكد أيها الباحث من أن الفكرة التي تريد أن تطرحها لا بد أن تتأكد أولا من إمكانية تنفيذ تلك الفكرة على المجتمع الذي تختاره. فذكرت مثلا مثال بعض الباحثين يقول أريد أن أطرح بحثا عن الاستثمار في ما يتعلق بالثروات التي من البحر، وهو في المنطقه التي متواجد فيها لا توجد مثلا بحار، انا في مكه المكرمه، او اخر يريد ان يطرح موضوع عن هندسه الغابات وما اشبه ذلك في المدينه التي هو فيها لا يوجد فيها غابات. اذا لابد ان تطرح الموضوع يكون مناسبا للمجتمع الذي اخترته لتطبيق الموضوع عليه. فبعض مثلا يختار مثلا مجتمع مثلا لا يستخدم الفيسبوك ويريد ان يطبق دراسه حول ذلك المجتمع، طلبت احدى الجامعات مدى تاثير موقع الفيسبوك على مهارات التفكير لطلبه جامعه ام القرى بمكه المكرمه، ثم اكتشف ان الطلبه ربما لا يستخدمون الفيسبوك، هنا الموضوع غير مناسب لهذه العينه او المجتمع الذي يختاره. فهذه من الامور المهمه التي لا بد ان يتاكد منها الباحث قبل ان يطرح موضوع. العنصر الرابع اهميه واضافه، لا بد ان تتاكد ايها الباحث ان الفكره التي تريد ان تطرحها تحقق اهميه من الناحيه العلميه والعمليه، اضافه الى أن انك تحاول ان تغطي احدى الفجوات، قد تكون فجوه مكانيه او فجوه زمانيه او معرفيه او نظريه او غيرها من الفجوات الاخرى، ويكون ذلك الموضوع مفيدا للبيئه المحليه للباحث بشكل عام ويساعد على حل بعض
المشكله. وكما راينا في جائحه كورونا، العديد من الابحاث في مجالات مختلفه كان لها فوائد، سواء بعض الابحاث من الشرعيه، الابحاث الاقتصاديه، الاعلاميه، فكل في مجاله يعني قدم بحثا افاد العالم وليس فقط المجتمع الذي هو فيه. فهذه الاهميه بمكان اهميه واضافه. ما هي الفجوه البحثيه؟ كما ذكرت لكم ان تغطيه احدى المجالات التي لم يتطرق اليها احد الباحثين في بحثه، والمنطقه البحثيه التي لم تاخذ قطرا كافيا من البحث والتي سيشكل سدها اضافه علميه جوهريه. انواع الفجوات كما ذكرت لكم: الفجوه المكانيه، قد يتناول يعني احد الباحثين موضوع عن مثلا طلبه الجامعات في المملكه العربيه السعوديه، وياتي باحث اخر يتناول نفس الموضوع ولكن يطبقه مثلا على طلبه الجامعات مثلا الاردنيه او العراقيه او اليمنيه او غيرها من الدول الاخرى. الفجوه الزمانيه، ويكون يعني الموضوع طرح من قبل احد الباحثين منذ فتره طويله، وانا اقول الان في زمن الثوره الرقميه قد يكون ليس منذ فتره طويله. بعض الابحاث في السابق مثلا عندما يمضي عليها 7 سنوات 10 سنوات يعني تعتبر فتره طويله، فتستطيع ان تطرح الموضوع مره اخرى، لكن الان في غضون سنوات بسيطه تتجدد الامور، خاصه فيما يتعلق ببعض الموضوعات التي ترتبط بالتقنيه. فعلى سبيل المثال يعني اطلعت على احد الابحاث كان يتكلم عن واقع الجاليات العربيه في الواقع الثقافي، اعتقد في الجاليات العربيه في الولايات المتحده الامريكيه. هذا البحث يعني تقريبا له يمكن اكثر من 30 سنه. فالان يستطيع ان ياتي باحث اخر ويتناول نفس الموضوع، لان هناك مستجدات حدثت، وهنا تسمى الفجوه الزمانيه وليس تكرارا لذات المنهج. هناك الفجوه المنهجيه، هناك الفجوه المفهوميه، والفجوه النظريه. لا بد ان تتاكد ايها الباحث ان الوصول الى الفجوات ياتي بعد قراءات عميقه في الرسائل العلميه، ودائما في نهايه الرسائل العلميه تجد الباحث يذكر مثلا التوصيات، ثم بعد ذلك يذكر بعض المقترحات البحثيه التي يرى يعني اهميه طرحها، وانه لم يستطع طرح تلك الموضوعات من خلال بحثه بسبب ضيق الوقت. التاكد ان الفجوه تنتمي الى مجال التخصص، التاكد من الفجوه البحثيه فجوه حقيقيه وسدها يحقق فائده. ايضا ان تتاكد انك تمتلك المهارات والقدرات لسد تلك الفجوه. هناك بعض الابحاث تكون يعني مناسبه وجيده، ولكن الباحث لا قدراته لا تمكنه من انجاز ذلك البحث. بعض الابحاث تتطلب مثلا قدرات عاليه، فلذلك لا بد ان تتاكد من هذا. يمكن اختيار الفجوه البحثيه من خلال قراءه الواقع. العنصر الخامس قبل صياغه عنوان: العنوان البحثي يختلف عن العناوين العامه والعناوين الصحفيه، فلا بد ان تتاكد ايها الباحث ان العنوان بعيدا عن العناوين العامه والعناوين الصحفيه، وانه يتناول زاويه محدده. وحقيقه هناك ذكرت بعض التدريبات التي يستطيع الباحث ان يصل من خلالها الى عنوان بحثي دقيق، من خلال طرح عنوان عام، ثم بعد ذلك يبدا بتضييق ذلك العنوان حتى يصل الى عنوان مناسب. العنوان البحثي لا يكون ضيقا لا تستطيع ان تعالجه في بحث، ولا يكون فضفاضا لا تستطيع ان تغطيه خلال الفتره المحدده، ولذلك يكون وسط. فعلى سبيل المثال في مجال اداره الاعمال موضوع شديد العموميه المعرفه، هذا موضوع لكن اجعله موضوع عام اقل يعني عموميه من السابق اداره المعرفه، موضوع اقل عموميه اداره معرفه الزبون، موضوع محدد العموميه إدارة معرفة الزبون وتحقيق التفوق التنافسي، موضوع محدد ممكن أن أقول أثر إدارة معرفة الزبون في تحقيق التفوق التنافسي في المصارف السعودية، وهكذا في أغلب التخصصات تستطيع أن تطبق هذا التمرين، وقد ذكرت ذلك في الكتاب. هناك عدة حقيقة نماذج في صياغة العناوين، قد يكون هناك اختلاف واتفاق بين بعض العناصر.
النماذج التي طلعت عليها نموذج ذكره الدكتور وليد بن سعد الزامل وقد ذكرته في الكتاب، نموذج صياغة العنوان البحث في المعلومة الإدارية والإنسانية، يمكن أن نسترشد به في صياغة العنوان، رغم أن هناك بعض الخلافات في بعض التخصصات. طبعا بعض التخصصات يعني لا يرون أن العنوان يتجاوز 7 كلمات في بعض التخصصات، يعني تناقشت مع بعض المتخصصين في مجال العلاقات العامة والإعلام، يعني يقول العنوان لا يتجاوز. فقلت له طيب المتغير المستقل ما يتعلق عفوا الحدود المكانية والزمانية، يقول أن هذا الحدود تذكر في متن البحث في المقدمة يذكرها الباحث. فهذا وجهة نظر. وهناك بعض التخصصات يقول أن العنوان لا يتجاوز 15 كلمة، وهناك بعض التخصصات وبعض الجامعات تجد المجال مفتوح، وقرأت بعض العناوين ربما أكثر من 2 سطرين يعني كأنه معروف. فهذه الأمور يعني فيها أخذ ورد فيما يتعلق، ولكن في هناك بعض الآراء التي ربما يسترشد بها وتكون مزر. فهنا يقول كلمة هدف يمكن أن تكون كلمة البداية، هدف يسعى الباحث في تحقيقه أو وصف أو تبيان أو نتيجة متوقعة، مثل تطوير، تفعيل، تقييم، استقراء، استنباط، تحديات، منهج، خصائص، أثر، سياسات إلى آخره. كما يمكن أن تكون كلمة مركبة مثل منهج، مقترح، تحديات، تطوير، تقييم، أساليب. العنوان تحديد تطوير. ثاني عنصر الكلمة المسالمة، عندما يقوم الباحث تطوير او تقييم او تحديات لا بد ان يذكر الشيء الذي يسعى لتطويره او تقييمه، مثل مناهج التعليم، اي نوع من التعليم، الابتدائي او المتوسط او الثانوي، وهكذا عليه يكون العنوان تحديات تطوير مناهج التعليم المتوسط. بعد ذلك يكون فيما يتعلق المنطقه الجغرافيه، وهنا خلاف. مثلا ذكرت ان البروفيسور مدحت ابو الناصر لا يرى ذكر الحد المكاني في العنوان، ويبرر ويذكر مصوغا لذلك، يقول مثلا حتى لو حصل ظرفا للباحث واراد ان يغير الحد المكاني فلا يعني لا يستدعي الامر ان يخاطب مثلا الجامع لتغيير العنوان، فيستطيع ان يغير ان 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 يغير الحد المكاني في متن البحث، ولكن عندما يحدده في العنوان لا بد ان يخاطب الجامع اذا طرح له طالب. فهذه وجهة نظر، لكن طلعت العديد من الآراء التي ترى ضرورة وجود الحد المكاني حتى يعرف القارئ قبل أن يفتح البحث عن أي مدينة أو عن أي دولة يتحدث ذلك البحث. فهنا من العناصر التي ذكرها المنطقة الجغرافية كما أشير الدكتور وليد، مثلا هل تكون المملكة العربية السعودية، مصر، الأردن، اليمن وغير ذلك. وإذا كان يتناول مدينة فعليه تحديد المدينة، مثلا مكة، جدة، الرياض، مثلا جيران، غيرها من المدن. العنوان يصبح تحديات تطوير مناهج التعليم المتوسط في المملكة العربية السعودية. التخصص الدقيق على الباحث أن يكون أكثر تحديدا في بحثه وأن يبتعد عن العمومية، فمن الصعب أن يتناول جميع تحديات تطوير مناهج التعليم المتوسط، لذا عليه أن يركز على نقطة واحدة مثلا مناهج العلوم أو الرياضيات. فعليه مثلا يقول تطوير مناهج الرياضيات لمرحلة التعليم المتوسط في المملكة العربية السعودية، ثم يختار الفئة أيضا من وجهة نظر من وجهة نظر المعلمين أو أولياء الأمور أو المشرفين التربويين، وهنا ما يتعلق بالعينة التي يعني اختارها وهي من الأمور. العنصر السادس والأخير في النموذج كتابة خطة. لا بد ان تكتب خطه بحثيه واضحه المعالم لكيفيه ترتيب تلك الفكره، والخطه البحثيه هي مشروع بحثي تكتبه الباحث بلغه المستقبل ايها الباحث، انك سوف تفعل تفعل سوف تفعل، وتصف الخطوات التي ستقوم بها والطرق التي ستقوم باستخدامها لدراسه مشكله بحثيه معينه. وهناك قواعد ذكرتها فيما يتعلق بالخطه البحثيه، انها ترشد الباحث وتوجهه وترسل له خارطه الطريق تعكس مدى وعيك ايها الباحث بموضوع بحثك والمتغيرات وكيفيه معالجه تلك المتغيرات. والخطه البحثيه بعد توفيق الله هي المفتاح الاساسي لنجاح الرساله، لذلك لا بد ان يوليها الباحث عنايه تامه، لان اتمامها يعد خطوه في غايه الاهميه. تبين مستوى قراءاتك، كم عدد يعني الكتب التي اطلعت اليها والدراسات السابقه
الابحاث التي في المجلات. فاذا هذه من الامور المهمه من خلال المصادر التي اطلعت عليها، تقدم تصور للمعوقات التي قد تعترض طريقك ايها الباحث ان يتم التنفيذ المهني، والاستعداد لتلك المعوقات قبل ان تبدا في تنفيذ بحثك. والخطه البحثيه تساهم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى على اقناع الجهه التي يسعى للدراسه بها او الجهه التي يرغب في الحصول على تمويل للبحث الذي سيقوم به الباحث. اذا كان البحث يعني مكررا قد يرفض، ولكن اذا كان قدم باحث مبررات ومصورات لتقديم ذلك البحث ان هناك فجوه بحثيه دقيقه لم يتطرق اليها احد من الباحثين، فمن خلال تلك المصنفات التي يقدمها قد تقبل خطته. فالبعض يقول كثره الدراسات السابقه حول الموضوع يدل على ان الموضوع قتل بحثا. اقول الامر ليس صحيح على العموم، يعني بان نعمم هذا الامر. صحيح انه في بعض الدراسات كثره يعني الدراسات السابقه تدل على ان الموضوع قتل بحثا، ولكن هناك من الباحثين لديهم فطنه في اصطياد بعض المنفجوات الدقيقه. فقد توجد العديد من الرسائل ولكن فجوه صغيره يعني لم يتطرق اليها الباحث، فيقدم مبررات ان هناك فجوه لم يتطرق اليها. صحيح ان هناك العديد من الابحاث التي تناولت الموضوع، ولكن هناك فجوه مهمه دقيقه لم يتطرق اليها احد من الباحثين، فلذلك ارى طرح تلك الفجوه لان الموضوع من الأهمية بمكان. هناك أيضا شروط للخطة البحثية ذكرتها، تكون مفصلة، تكون مكتوبة بلغة المستقبل، يعني لا تكتب عن فعلت بعد، لم تفعل شيء وإنما ستفعل مستقبلا. أيضا تحتوي على العناصر الأساسية ما يتعلق بالعنوان والأهداف والأهمية والدراسات السابقة والأدوات والمصادر التي سترجع إليها، وأن تكتبها بطريقة منطقية. بعد ذلك عنوان البحث هو مطلع الخطة البحثية طبعا، ويعطي الانطباع الأول. مقدمة تبين مثلا وتقدم مدخلا لتعريف طبيعة الدراسة، مشكلة البحث، أسئلة البحث، التعريف بمصطلحات الأساسية للبحث، أيضا أهمية البحث وأهداف البحث، أهداف وما يتعلق بالفرق بين أهداف البحث وأهمية البحث. أن أهداف البحث تجيب عن سؤال الباحث نفسه، لماذا تقوم بإجراء هذا البحث؟ ولكن الأهمية تفسر مثلا الإضافات التي سيقدمها البحث، المنافع التي سيحصل عليها مثلا المجتمع عندما تقوم بإجراء هذا البحث، الدراسات السابقة والفروض إن وجدت. هذه من الأمور التي يضعها الباحث في خطته، وقد شرحتها في الكتاب. وحدود البحث لا بد أن توضح الحدود المكانية والحدود الزمانية والموضوعية. لا يوجد بحث رصين يتناول جميع الجوانب، لا بد أن يكون هناك حدود موضوعية وحدود مكانية وحدود زمانية، ثم منهج البحث الذي المناسب للبحث الذي ستقوم به، والأدوات التي ستستعين بها بعد توفيق الله لإتمام البحث، الاستبيان أو المقابلة أو الاختبار، والتصور المبدئي لمحتويات البحث من ابواب وفصول. وهذه ايضا قدمتها. هنا اختم بامثله واقعيه لعناوين، وقدمت تغذيه راجعه لاصحابها، من ذلك بحث بعنوان واقع استخدام الانظمه التقنيه الحديثه لاداره عمليات العمره، الباحث الدكتور مختار الجابي، وقد نال درجه الدكتوراه في هذا البحث. بدا بعمليه قص ذهني وتصنيف، ثم ان تاكد مدى ارتباط بحثه بتخصصه الدقيق، وهو مهتم بالجانب التقني والتطبيقات الرقمية، ومدى فائدة تطبيق ذلك عندما ينفذ ذلك البحث، وأهمية وإضافة وصياغة عنوان الكتاب والخطة. والحمد لله يعني أتمت الأمور ونال درجة الدكتوراه في الموضوع الذي يعني قدمه بعد ترويض الأفكار وتقديم الفكرة، وقد تم يعني استضافته في عدد من القنوات السعودية. تحدث عن رقمنة خدمات الحج، وكان حديثه جزء من رسالتي في مرحلة الدكتوراه التي أشرفت عليها. هذا نموذج في كيفية ترويض فكرة بحثية وتحويلها إلى خطة، ومن ثم إلى بحث علمي وواقع عملي. أيضا هناك باحث اسمه الدكتور محمد يحيى الضيفي، أيضا قدم بحثا عن مدى تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في كتب التربية الإسلامية بمحور الأمية وتعليم الكبار في الجمهوريه اليمنيه. ايضا روض فكرته، يعني هو
من ضمن الأشياء التي استوقفتني عندما سألته مدى الأهمية ولماذا يريد أن يطرح هذا الموضوع، ذكر لي يعني أمر مهم. قال أنه عانى من مرحلة في مرحلة من عمره، أنه وصل إلى السن 17 ولم يدرس بسبب عدم وجود يعني مدارس في القرية التي هو فيها. حتى بعد ذلك يعني التحق في تعليم الكبار ومحو الأمية، ودرس الابتدائية ثم التعليم العام المتوسط والثانوي، ثم عمل مدرسا، ثم التحق بالجامعة وتخرج حاصل على البكالوريوس في الدراسات الإسلامية. بعد هذه المعاناة يعني فكر أن يقدم بحثا للمسؤولين، يعني يقدم فيه بعض المقترحات للاهتمام بما يتعلق بحقوق الإنسان ومحو الأمية وتطوير محو الأمية والاهتمام بالتعليم. وبهذا الأمر نال الدرجة العلمية وقدم شيئا مفيدا لمجتمعه، وقدم شيئا للمسؤولين. فهذا عن طريق ترويض الأفكار البحثية، وقد نال أيضا درجة الدكتوراه في المجال. وأيضا الباحثة نبيلة صالح محمد مسعود أيضا مدرسة للأطفال في مادة القراءة، وكان هناك منهج يعني ترى أهمية تعميم ذلك المنهج في عدد من المدارس رياض الأطفال، لأنه يحقق أهدافا مفيدة ويجعل الطالب يقرأ أي شيء من أي مكان خلال ستة أشهر، وهو منهج مثلا القاعدة النورانية. فكان دار حديث بيني وبينها حول كيف تروض الفكرة وتحولها إلى بحث علمي. فعلا بعد عدة مناقشات تروض الفكرة يعني توصلت إلى عنوان برنامج مقترح قائم على استراتيجيات التدريس الحديثة لتنمية القراءة لدى تلاميذ الصف الأول الابتدائي، محافظة وادي الداس والدواسر النموذجة. وفعلا قدمت الموضوع ونالت به درجة الدكتوراه في تخصص المناهج وطرق التدريس. أيضا الباحث عمر الموسى له علاقة بالمؤسسات الجمعيات الخيرية في مكة المكرمة، أيضا قدم بحثا عن رفع مستوى أداء الجمعيات والمؤسسات الخيرية في مكة المكرمة حتى ونال به درجة الدكتوراه. أيضا الباحث حمدي فطاني أيضا قدم خطة بحثية حول موضوع التصعيد، يعني كيفية التخطيط الاستراتيجي والاستفادة من التخطيط الاستراتيجي في عملية التصعيد والنقل ونقل الحجاج، بكون أنه يعمل في مجال التصعيد. فجمع بين أنه ينال الدرجة العلمية وقدم بعض المقترحات للمسؤولين، وقد قبلت الخطة وتأخر عن تقديم البحث بسبب بعض الظروف. والآن استأنف يعني كتابة البحث وسيكتب بعض المستجدات، ونسأل الله له التوفيق والسداد. أيضا الباحث إبراهيم الشمري أيضا قدم موضوع فيما يتعلق بصنع التحليل الاستراتيجيات، مثلا صنع القرار، وقبلت الخطة بعد المناقشة وبعد ترويض تلك الفكرة. أيضا الباحث صديق أيضا قدم موضوعا دور شركات النقل في إدارة الحشود في موسم الحج، أيضا قبلت الخطة وقدم البحث بعد ذلك ونال درجة الدكتوراه. أيضا الباحث أحمد الصغير قبلت خطته في موضوع التسويق الإلكتروني وأثره على زيادة المبيعات لدى عينة من المؤسسات التجارية الصغيرة. كذلك الباحث إبراهيم شعيب هوساوي أيضا تحدث عن دور الاقتصاد المعرفي في استقطاب المتطوعين في الجمعيات الأهلية لمكة المكرمة، دراسة حالة على جمعية مراكز الأحياء. أيضا قبلت الخطة والآن يقوم بإعداد الرسالة. هذه بعض النماذج. والآن كيف روض الدكتور حزام، أسرع أنا عشان الوقت، فكرته البحثية موقع أبشر. أيضا هذه الفكرة كانت عبارة عن يعني كما ذكر، أنا طلعت على الفكرة يعني وجد بعض المعاناة التي يعانيها المراجعين في استخراج يعني وثيقة رسمية من الطوابير الطويلة وأخذ المواعيد. ففكر في دراسته أن يقدم مشروعا ينال به الدرجة العلمية ويسهل على المراجعين. ف
ففكر في هذا الموضوع. انا موقع ابشر وزاره الداخليه، بحيث يكون مرتبط بانظمه البنوك، ويكون للمراجع صفحه ورقم سري، وفي خلال ثواني يستطيع ان يدخل من خلال يعني صفحته، ويقوم باستخراج الوثائق او تحديث بعض الوثائق، فنال الدرجه العلميه وقدم خدمه حقيقه للمجتمع السعودي فيما يتعلق بموقع ابشر وزاره الداخليه. وذكر انه بعد توفيق الله سبحانه وتعالى يعني رجع الى بعض المسؤولين ليقفوا معه في تحويل تلك الافكار البحثيه الى واقع، ويعني ممن وقفوا معه في ذلك الوقت صاحب السمو وزير الداخليه الامير نائب بن سعود ال سعود، كان داعما للمشروع ومذللا لصعوباته. فهذه بعض الامور التي يعني كيف اصبحت واقعيه من خلال انه روض فكرته البحثيه وحولها الى واقع يفيد المجتمع. هل يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للبيانات والمعلومات؟ نعم، ذكرت في الكتاب اننا نستطيع ان نستخدم الذكاء الاصطناعي، ولكن لا بد ان نتاكد من المعلومات التي حصلنا عليها انها دقيقه، ونرجع للمصادر الاساسيه. وانا ذكرت هنا مثال وذكرته في الكتاب، انني كتبت للشات جي بي تي واحدى ادوات الذكاء الاصطناعي، ذكرت له ميشيل كوروف كتاب الذكاء الاصطناعي، حقيقه لم يزودني باي معلومه لعدم وضوح ما اريده. هنا اقول لا بد ان تكتب بشكل واضح حتى يفهم الذكاء الاصطناعي ماذا تريد. عندما اعدت الصياغه من هو ميشيل كوروف مؤلف كتاب الذكاء الاصطناعي، اعطاني عده اجابات وارشدني الى عدد من المراجع والمؤلفين في ذلك المجال. فعلا رجعت بعد ذلك لتلك المؤلفات التي ذكرتها، وهنا اقول انني استفدت من الذكاء الاصطناعي انه ارشدني، ولكن لم اعتمد عليه بالكليه، وانما قمت بالرجوع الى فعلا المصادر التي ذكرها في اجاباتي. وهذه طريقه الاستفاده من الذكاء الاصطناعي حتى لا نعطل عقولنا ونعتمد فقط على الذكاء، فهو وسيله وليس غايه. خاتمه الكتاب قمت بتلخيص ابرز ما جاء في ذلك الكتاب، وهذه ايضا من الطرق الحديثه في التاليف، انك تقوم بتلخيص ابرز ما جاء في الكتاب حتى تقول للقارئ يعني هذه ابرز الامور، ولعلك نسيت نقطه، فاريد ان اذكرك بتلك النقطه. فهذه اقول ان ذلك من الطرق الحديثه في التاليف. وقلت في الخاتمه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي يسر البدايات واكمل النهايات وبلغني الغايات، الحمد لله ما ختم جهد ولا تم السعي الا بفضل، الحمد لله الذي وفقني لاتمام الكتاب الثاني نموذج تنويض الافكار البحثيه ضمن السلسله العلميه السيطره على تراكم المعلومات البحثيه. وقد حاولت في هذا الكتاب تسليط الضوء على موضوع التفكير ومهارات المختلفه وعلاقه امتلاك مهارات التفكير للوصول الى الافكار البحثيه الرصينه، ثم عرضت نموذج ترويض الافكار البحثيه الذي احتوى على 6 عناصر تساعد الباحث باذن الله على ترويض افكاره البحثيه وتصنيفها وبلورتها، ومن ثم الوصول الى عنوان بحثي دقيق وكتابه خطه بحثيه واضحه. بعد ذلك ذكرت بعض الامثله الواقعيه لعناوين ومجموعات بحثيه قدمت لاصحابها التغذيه الراجعه من خلال تطبيق نموذج ترويض الافكار البحثيه، وارتأيت ان اضيف بعض الموضوعات البحثيه المفيده في ملاحق الكتاب. ولا شك ان الموضوع موضوع حيوي يحتاج الى المزيد من الطرح من قبل الاكاديميين والمتخصصين، بالاضافه الى موضوعات اخرى مكمله له مثل استخراج المعرفه، الهرم المعرفي، اليات تحويل الطالب الى باحث، تطبيقات مهارات التفكير الناقد على الخطه البحثيه وغيرها. ايها الباحث، ايها القارئ، قيل ان تنظر فهذا شيء رائع، وان ترى ما تنظر اليه فهذا شيء ثاني رائع، وان تقرا ما ترى فهذا شيء ثالث رائع، وان تتعلم مما تفهمه فهذا شيء رائع رابع رائع، وان تنقل ما تعلمته وفهمته لغيرك فهذا شيء خامس رائع، وان تضيف شيئا مفيدا لما تعلمته وفهمته فهذا شيء سادس رائع، ولكن ان تطبق ما نظرت اليه ورايته وفهمته وتعلمته ونقلته واضفت اليه فهذا هو المهم والاروع. وقلت في الختام لكل من يقرا معلومات هذا الكتاب كما قال القائل، انظر اليها نظر المستحسن وحسن الظن بها وحسن ان تجد عيبا في سد الخلل فكلم لا عيب فيه، وعلى قول الاخر فانما هي اعمال بنيتها خذ ما صفا واحتمل بالعفو ما كدر. ثم اشرت الى بعض ابرز المراجع التي يعني رجعت اليها من باب الامانه العلميه، ممكن ان يستفيد الباحث من خلال
تلك المراجع التي يعني ذكرتها في نهاية الكتاب، وذكرت بعض الموضوعات المهمة لبعض المتخصصين في البحث العلمي، مثل موضوع نحو بناء استراتيجية لتحويل الطالب إلى باحث. هذا الموضوع تناوله الأستاذ الدكتور شوقي طريف، والموضوع موجود على الإنترنت، أهمية تحديد بيئة العمل ونهايته، حوافز الإبداع العلمي، عوائق الإبداع العلمي، مهارات القراءة البحثية، البرنامج الزمني لإعداد الرسالة العلمية، مراجعة البحث، كيفية الحكم على مستوى البحوث العلمية، أسئلة مختارة لتقييم البحوث العلمية، معايير تقويم البحوث العلمية، خطوات تصميم الاستبيان، الحالة الذهنية والنفسية للطالب في مرحلة كتابة الرسالة، إعداد جدول مبدئي للعمل على الرسالة، الخطوات المنهجية والتقنية لكتابة البحث العلمي، اختيار موضوع البحث، نموذج السيطرة على تراكم المعلومات البحثية. وبهذا أكون يعني انتهيت من هذا العرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت في هذه القراءة، فإن كان كذلك ففضل من الله، وإن كان هناك خطأ أو قصور فمني والشيطان، فأستغفر الله من كل زلل، فإنما هي أعمال بنيتها، خذ ما صفا واحتمل بالعفو ما كثر. شكرا جزيلا لكم على حسن الإنصات والاستماع. جزيل الشكر والتقدير لكم سعادة الدكتور علي موسى هوساوي، مبتكر ونموذج ترويض الأفكار البحثية، على هذه المحاضرة القيمة والممتعة. جزاكم الله كل خير، وفتح لكم أبواب التوفيق والخير. شكرا جزيلا لك دكتور. آمين وإياكم يا رب. وصلنا الآن إلى فقرة المداخلات والاستفسارات. لكم حضورنا الكرام، يرجى التفضل برفع أداة اليد لإعطائكم صلاحية فتح المايك والمشاركة. حساب باسم أي، بإمكانك فتح المايك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله. الله. أشكر الدكتور الفاضل على الطرح الجميل والمفيد. عندي سؤال بس دكتور الفاضل، ما مدى أهمية الاستقلالية في ترويض الأفكار؟ يعني بمعنى العزلة عن الكتب أو القراءة أثناء التفكير، ما مدى أهمية هذا الشيء شيخنا؟ أحسن الله إليك، شكرا جزيلا لك على المداخلة وعلى هذا السؤال. طبعا هذا الأمر يعني مهم جدا، يعني تقصد الابتعاد عن الضوضاء، وأن يكون الباحث في مكان مستقل. هذا مهم في عملية استدعاء الأفكار والعصف الذهني، لأن خاصة بعض الأشخاص يعني أقل تشويش قد يضيع عليه بعض الأفكار، فهذه من الأمور المهمة في عملية العصف الذهني، العزلة في مكان ما، ويكون لدى الإنسان الورقة والقلم لتسجيل تلك الأفكار. فأرى أنها من الأمور المهمة في عملية استدعاء الأفكار، العزلة والاستقلالية، لكي يصل الباحث إلى أفكار رصينة. أما عندما تكون مثلا على سبيل المثال يعني الإنسان جالس مثلا يكون مع أولاده، يعني هذا الولد يريد كذا، فتطير بعض الأفكار، وبعض الأفكار إذا طارت لا تعود. لذلك شكرا لك على هذه، أنا أعتبرها يعني مداخلة وإضافة حول أهمية يعني الاستقلالية في مكان ما لاستدعاء الأفكار النافعة المفيدة. شكرا جزيلا لك دكتور، وشكرا للأستاذ المداخل. نعم، نأخذ مداخلة أخرى، تفضل دكتور خالد، تفضل بإمكانك فتح المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بداية تحياتي للدكتور علي ساوي، جميع الإخوة في المنصة العظيمة العريقة. أريد في الحقيقة هذه أول مداخلة لي على منصة أريد، وأنا كما قلت سابقا أنا بالمصري كده وراك يا دكتور علي أينما كنت، يعني الله
حتى نستزيد من علمك ومن أفكارك البحثية. فجزاك الله عنا كل خير وعن الباحثين. بداية لي تعليق على تخصص الماجستير والدكتوراه. فعلا أنا من مؤيدي الرأي في أن رسالة الله تكون مكملة لذلك التخصص، لأن ده بيدي يعني عمق في التفكير. وبرضو بالنسبة لكثرة الدراسات السابقة، لا هذا لا يعني، كقلت أو ذكرت، لا يعني أن الموضوع قتل بحثا، ولكن إحنا ممكن ندخل مدخلات جديدة كما فعلت أنا في رسالة الدكتوراه التي كانت بعنوان الاستخبارات التسويقية وعلاقتها بالقدرة التنافسية. كان في بعض الأبحاث قدمت هذا الأمر، ولكن أنا أدخلت متغيرا جديدا وهو عمليات إدارة المعرفة وتأثير دور عمليات إدارة المعرفة في العلاقة بين الاستخبارات والقدرة التنافسية. ثالثا، كما ذكرت أو يعني أنا ذكرت قبل ذلك في مداخلات لي في حضور ترويد محاضرة ترويد الفكرة البحثية، وحقيقة أنت في كل مرة تشرح فيها أو تعرض فيها هذا الكتاب لك أسلوب مختلف تماما المحاضرة السابقة أو الإلقاء اللي كان كذلك. وأنا برضو يعني أتمنى أن أكمل المسيرة أو الخطوة التي بعد ترويض الأفكار البحثية، وكان لي محاضرة عن خطوات كتابة الخطة البحثية، وأعتقد أنك كنت حاضر ساعتها. ويأتي خطوات كتابة الخطة البحثية بعد ترويض الأفكار البحثية كما ذكرت، وأسف على الإطالة. ويعني أتمنى من الله عز وجل أو التنسيق مع منصة أريد إن احنا نحاول نستكمل عرض خطوات الخطة البحثية، وهي عادة بتبقى 10 أو أكثر حسب الجامعة. وأنت حضرتك استعرضت حالا بشكل سريع الخطوات من أهداف ومنهجية والإطار وإطار الفصول الدراسية وحدود الدراسة والمنهجية المستخدمة والمنهج المتبع وما إلى ذلك من تساؤلات ومشكلة الدراسة والفجوة البحثية واستعراض الدراسات السابقة واللي هم العناصر العشرة. فشكرا لك، وشكرا على الهدية. أنا استلمت الهدية بتاعتي كتاب ترويض الخطة البحثية، ودمتم متألقين ومتميزين وجزاكم الله خيرا، ونأسف على الطالة. خالد خلف توفيق، باحث دكتوراه جامعة المنوفية مصر. شكرا جزيلا لك دكتور خالد على هذه المداخلة، وسعداء جدا بمشاركتك معنا وهذه الاستفسارات أيضا والإضافات، بارك الله فيك. نعم تفضل دكتور علي إذا تحب أي إضافة. فقط انا اقول الدكتور خالد خلف توفيق يقول ورايا ورايا كما يقال بالدارجه. انا اقول اسعد 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 به كثيرا، لان وجوده في اي محاضره لا بد ان يقدم اضافه اثرائيه، وحقيقه انا استفدت منه ايضا من خلال ما طرحه في احدى المحاضرات التي قدمها، كانت من خطوات كتابه الخطه البحثيه. واقول له ان ابواب يعني منصة أريد حقيقة من خلال تعاملي مع المسؤولين فيها مفتوحة لكل الباحثين، لمن يريد أن يستفيد أو يقدم فائدة لزملائه من الباحثين والباحثات. وفعلا كما ذكرت أن كثرة الدراسات السابقة أحيانا يعني لا تدل على أن البحث ربما قتل، يعني قتل بحثا كما يطلق البحث. قد تكون هناك بعض الفجوات انا قلت، ولكن لا يستطيع ان يصل الى تلك الفجوات
بالامانه الا الباحث المبدع الذي يستطيع ان يكتشف فجوه دقيقه لم يتطرق اليها احد في بحثي. فلذلك انا اشرت الى هذه النقطه لاني اجد بعض الابحاث بعض الباحثين عندما يقدم عدد من الدراسات السابقه قد تكون 10 15 20 فيقال له هذا الموضوع قتل بحثا. فهذا الامر يعني ليس صحيحا على الاطلاق، يعني لا نستطيع تعميمه، لان هناك فعلا ابحاث نستطيع ان نقول يعني الموضوع قتل بحثا وليس فيه مجال للاضافه، ولكن هناك ابحاث حتى وان كثر فيها الدراسات السابقه يستطيع الباحث المبدع ان يصل الى بعض الفجوات الدقيقه التي لم يتطرق اليها احد من الباحثين. اكرر لك شكري الدكتور خالد خلف توفيق على حضورك الدائم والاستماع لاخيك، واسال الله ان اكون عند حسن الظن وان يوفقني دوما للاستفاده والافاده. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك دكتور. نأخذ مداخلة أخرى للأستاذ الدكتور أستاذ أسيست بروف مصطفى سعادة البروف، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. شكر العظيم لمعالي السيد الأفاضل الدكتور علي، شكرا للأساتذة الأفاضل القائمين على منصة أريد للعلماء الناطقين باللغة العربية. أنا يعني استخلصت وأنا قاعد قدام حضرتك بسمع المحاضرة الرائعة والأكثر من رائعة بصراحة في نموذج ترويض الأفكار البحثية، إن الباحث ده بيجيله فيضانات وسيول من الأفكار البحثية وبيعمل عملية عصف ذهني ويستخلص من هذه الأفكار فكرة رائعة بيبدأ يقيم عليها الدراسة بتاعته والبحث بتاعه. أنا استفدت من حضرتك كتير على فكرة، إن الواحد فعلا بيجيله أفكار بحثية كتير جدا، إزاي يعمل معالجة لهذه الفكرة البحثية، إزاي يحولها إلى دراسة بحثية وخطة بحثية، ويبدأ يستخدم منهجية البحث ويبدأ يشتغل شغل دراسة الأبحاث بتاعته. وانا من النوعيه كمان ان انا بضيف صوتي لصوت الدكتور خالد خلف زميلي الفاضل من جامعه المنوفيه، ان انا بحب ان انا اكمل في دراسه الدكتوراه ولا دراسه الماجستير عشان ابقى باحث متخصص في دراسه فرع معين من العلوم، واركز دراساتي وابحاثي على هذا الفرع وابدا اتناول هذا الفرع من جميع الجهات. انا شاكر جدا لحضرتك ولمعالي المنصه الكريمه، وانا متابع حضرتك يا دكتور علي على فكره، وانت من الاساتذه الافاضل، وربنا يوفق حضراتكم وجزاكم الله خير الجزاء. وجزاكم بأحسن، شكرا جزيلا لك سعادة البروف على هذه المداخلة القيمة. نعم، هل لديك أي تعقيب دكتور؟ تفضل. شكرا 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 لك عند الدكتور مصطفى، وهذا يدل على التواضع الجم للعلماء، حضورك واستماعك وتسجيلك للافكار هذا يدل على ان العلم رحم بين اهله. قد اكون محاضرا اليوم غدا اكون مستمعا، وهذا يدل على ان العلم رحم بين اهلي. فشكرا جزيلا على تواضعك بالدكتور مصطفى وعلى حضورك وعلى هذه الاضافات القيمه التي لخصت حقيقه موضوع الكتاب والمحاضره ان صح التعبير. فقد ذكرتم حفظكم الله ان الانسان فعلا تاتيه فيضانات من الافكار، فهنا في عمليه العصف الذهني يسجل اي فكره تاتيه. العلم صيد والكتابه قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقه. ثم بعد ذلك يأتي في مرحلة التصنيف واستخلاص الفكرة المناسبة ويعالجها معالجة منهجية بحثية. وحقيقة هذا من الأمور المهمة، وقد تحدثت في محاضرة لي عن أن نموذج السيطرة على تراكم المعلومات البحثية، وذكرت أنه في السابق أن الباحث يجد يواجه صعوبة ومشكلة في الوصول إلى المعلومات، قد يسافر من بلدة إلى بلدة من أجل أن يحصل على بعض المعلومات. والآن أصبح الوضع عكس، يجد فيضانات ومعلومات وأفكار، فهنا تأتي المشكلة في كيفية ترويض تلك الأفكار، في كيفية السيطرة على المعلومات من أجل الوصول إلى المعلومات البحثية الرصينة. فالبحث العلمي لا يهتم بالكم وإنما يهتم بالكيف. فليس يعني نجد مثلا بحث مكون من 300 صفحة أو 400 صفحة يكون عبارة أحيانا عن تكرار،
وننتج بحث آخر ممكن يكون أقل من تلك الصفحات، ويكون بحثا رصينا في أفكاره. فالبحث العلمي لا يعتمد على الكثرة، وإنما على جوهر الأفكار التي يطرحها. شكرا لك بروفيسور مصطفى حول ما ذكرت، حول استخلاص الأفكار من بين الفيضان من الأفكار. وأشرت إلى نقطة أنك من الأشخاص الذين يميلون أنت والدكتور خالد خلف توفيق إلى امتداد التخصص، لأن لكم أهداف محددة. وأنا ذكرت في ختام حديثي عن امتداد التخصص أن الباحث أو الطالب هو الذي يختار امتداد التخصص أو عدم امتداد التخصص بحسب الأهداف التي يعني خطط لها. فإن كان خطط لأنه يتخصص في مجال ويتعمق فيه ويصبح مرجعا في ذلك المجال، فإنه يختار امتداد التخصص. وامتداد التخصص للمعلومية لا يعني أن الإنسان فقط ينزوي في تخصصه، هناك لابد أن يكون تداخل بين التخصصات الأخرى، ونستفيد من التخصصات الأخرى. هناك ما يسمى الآن بوحدة المعارف. أكرر لك شكري على حضورك بروفيسور مصطفى، وعلى تواضعك وعلى هذه المداخلة القيمة. شكرا جزيلا. بارك الله فيك دكتور علي على هذه المداخلة أيضا والتوضيحات القيمة. نأخذ مداخلة الدكتور فاضل. تفضل دكتور فاضل، بإمكانك فتح المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة السلام. الله. مساء الخير دكتور علي، مساء الخير أخت الكريمة، بارك الله فيك دكتور علي على هذه المحاضرة القيمة والرصينة والرائعة التي جعلتنا نستمتع هذه هاتين الساعتين التي أعتبرهما دقيقتين لما فيهما من الفوائد. لكن هناك سؤال يراودني منذ زمن، عدد من الباحثين من زملائنا وأصدقائنا زاوجوا بين تخصصاتهم، يعني على سبيل المثال هناك من أنهى الهندسة ونال شهادة الدكتوراه في الهندسة، ثم جاء طالبا في مرحلة البكالوريوس في اللغة العربية ثم الماجستير ثم الدكتوراه. فأنا أسأل، هذا الشيء مجدي أم غير مجدي؟ وأيضا نظرت في كتابك القيم في منتصف الكتاب تقريبا أنك تشير إلى أن هناك امتدادا للتخصص، وهذا الامتداد مهم جدا، وذكرت لذلك أمثلة رائعة. فالسؤال هذا، يعني هل هذا التزاوج يعني من الناحية العلمية هل هو مقبول أم مرفوض أم ماذا تقول؟ جزاك الله خيرا وشكرا لك دكتور. شكرا جزيلا لك دكتور فاضل على هذه المداخلة. نعم تفضل دكتور علي. شكرا 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 ايضا دكتور فاضل على حضورك وعلى تواضعك وعلى يعني قراءتك للكتاب، وهذا ينم على انك اطلعت على الكتاب وسجلت بعض النقاط. شكرا جزيلا لك، وهذا حقيقة يسعدني كثيرا. حقيقة السؤال الذي طرحته ما يتعلق بالمزاوجة بين عدة تخصصات، وذكرت ان بعض زملائك مثلا درس الهندسة وبعد ذلك أخذ بكالوريوس في تخصص لغة عربية، أستطيع أن أقول أن له هدف. البعض يدرس مثلا وليس هدفه وظيفية، تجده مثلا شغوفا باللغة العربية، يريد أن يعرف يتعمق في اللغة العربية وبعض أسرار اللغة. وقد وجدت يعني حتى أني وجدت إحدى الكتب المنتشرة للدكتور اسمه الدكتور ضرغام، ان صح ان شاء الله يكون الاسم صحيحا، له كتاب منتشر اكثر الاخطاء اللغويه والاملائيه يعني شيوعا. وهو تخصصه ليس تخصص لغه عربيه، وانما شغوفا باللغه العربيه من خلال الواقع ومن خلال قراءته ويمكن حضوره لبعض الدورات، ألف ذلك الكتاب يعني أكثر الأخطاء اللغوية والإملائية شيوعا. فالأمر مجدي بحسب رغبة وهدف ذلك الباحث أو الطالب. فزميلك هنا درس الهندسة ثم بعد ذلك درس مثلا لغة عربية، أنا متأكد أنه درس اللغة العربية ليس بحثا عن مثلا ينال وظيفة بتلك الشهادة، وإنما لديه شغف في ذلك المجال. فهذا الأمر أقول مجدي بحسب هدف الباحث.
ويكون غير مجدي إن كان له أهداف، وربما التزاوج لا يحقق له تلك الأهداف. فبعض الأعمال مثلا يعني يقولون مثلا لا بد أن يكون هناك امتداد تخصص حتى تفيدنا في المجال الفلاني. فأنت في الهندسة أخذت الهندسة الكهربائية، تريد أن تكمل في مجال الهندسة الكهربائية لأن هناك بعض المعلومات الدقيقة التي نريد أن تتوصل إليها. تخصص اللغة العربية ربما لا يفيدنا، فستقطع عدد من السنوات ولا نستفيد منك نحن كشركة. فإذا خلاصة القول أن المزاوجة بين التخصصات يعود الهدف للباحث والطالب، هو الذي يحدد. إذا كان أحدد هدفه وهو يقول هل هذا الأمر مجدي أو مجدي، وأختم بما أشرت إليه سابقا من باب كرر العلم يا كريم المحيا وتكبره فالمكرر أحلى، عندما ذكرت أن العالم الفرنسي تيرول نال درجة الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس في تخصص الهندسة، ثم بعد ذلك كان لديه شغف في مجال الاقتصاد فنال درجة الدكتوراه في مجال الاقتصاد، ثم بعد ذلك أخذ جائزة نوبل في مجال الاقتصاد، ثم تفرغ لمجال الاقتصاد وأصبح محاضرا في مجال الاقتصاد. فهذا زاوج بين عدة تخصصات وحقق أهدافه. فإذا نقول مجدي وغير مجدي أن الباحث أو الطالب هو الذي يحدد ذلك. أكرر لك شكري دكتور فاضل، وأن أرجو أن تكون هذه الإجابة إجابة شافية وافية. شكرا جزيلا لك سعادة الدكتور علي. ناخذ مداخلة أخيرة لحساب الأستاذ أي حرف أي، عفوا بإمكانك فتح المايك. جزاكم الله خير وجزاكم بأحسن. دكتورنا. أنا صاحب السؤال الأول، الاستقلالية في التفكير. أنا قصدت في الحقيقة دكتور، على الاسم الكريم اسمي طلال فالح العازمي، مدرس الكويت، ماجستير الفقه وأصوله. والنعم والنعم استاذ طلال، تسلم تسلم يا دكتورنا الفاضل. أنا في واهلا الحقيقة باهل الكويت كلهم يعني. أهلا حياكم الله فيك، جميعا، تشرفنا وكل تشرفنا الله دكتور، الله يحفظك. الله يسلمكم. في الحقيقة شيخنا، أنا قصدت الاستقلالية الذهنية. فمثلا الفيلسوف الألماني نيتشه يقول: أني لا أستطيع أن أكتب والكتب معي، لأنها تعيق عن التفكير العميق. ويقال أن ابن خلدون في مقدمته كتبها وهو في قلعة بني سلامة، فلم تكن لديه مصادر ولا مراجع. أنا ما قصدته يا شيخنا أن كثير من الباحثين يفكر والمراجع أمامه والمصادر أمامه فلا يغلقها، فهذه المصادر التي يفكر أمامها تحجم من تفكيره، لا تجعل له حرية في الانطلاق في التفكير الواسع. فلو كان التفكير، حتى بعض التربويين يقول أن التفكير نصف الوقت ونصف الآخر للقراءة. صحيح. فأنا ما قصدته يا شيخنا أني يعني أسألكم يعني الاستقلالية في التفكير، حتى يكون الإنسان حر في تفكيره وبعيد عن المراجع في وقت أثناء التفكير. هذا اللي ما حبيت أوضحه لكم بس. شكرا 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 لك جزاك الله خير استاذ طلال العازمي من الكويت على حبيبي. يعني التوضيح للسؤال الاول. وهذا يعني من الامور التي نتعلم منها، احيانا قد نجيب بشيء ويكون مقصود السائل شيء اخر، ولكن هذا التوضيح اوضح لي نقطه في غايه الاهميه، وهذا ما يتعلق بتوضيح المصطلحات. فالباحث عندما يريد أن يطرح موضوعا كما ذكرت لكم لا بد أن يوضح المصطلحات الأساسية، خاصة أن هناك تشابه بين بعض المصطلحات. فمصطلح مثلا الاستقلالية له عدة استخدامات، وأنا أخذت إحدى المعاني وبنيت عليها، ولكن الآن أستاذ طلال جزاه الله خير يعني أوضح هذا الأمر، وهو يقصد الاستقلالية في التفكير في العصف الذهني. عندما تقوم بالعصف الذهني، مرحلة العصف الذهني تأتي بعد مرحلة الاطلاع وحضور المحاضرات. عندما تبدأ في عملية العصف الذهني لا يكون معك أي كتاب أو أي مصدر آخر، وإنما تقوم باستدعاء الأفكار. وأنا ذكرت ذلك أن تقوم باستدعاء الأفكار وليس بقراءة الأفكار من الكتب. ذكرت أنا في العصف الذهني أن الباحث يعني لا يكون لديه إلا الورقة والقلم،
او اي وسيله اخرى لتسجيل تلك الافكار، قد يكون عن طريق المفكره الالكترونيه، عن طريق التسجيل الصوتي، عموما حتى لا تضيع تلك الافكار، كما ذكرت ان العلم صيد كما يقول الشاعر والكتابه قيد. فاذا استقلاليه التفكير مهمه جدا جدا جدا، لا يكون لديك اي مصادر اخرى، وانما تستدعي الافكار، وهذه الافكار تاتي يعني هي نتاج القراءات السابقة، نتاج الحوارات، نتاج المناقشات العلمية. فلا يكون معك أي كتاب أو أي مصدر، وإنما تقوم باستدعاء الأفكار. والشيء بالشيء يذكر، كنت أقول أيضا للباحثين في مرحلة التلخيص، عندما تريد أن تلخص كتابا، أقرأ الكتاب ثم أطلق ذلك الكتاب وأبدأ باستدعاء الأفكار التي يعني قرأتها من خلال تلك الأفكار، أما عندما بأسلوبك الخاص. لكن عندما تقوم بجعل الكتاب مفتوحا، قد يعني لا يكون التلخيص دقيقا، فالتلخيص بدون الكتاب يجعلنا نقول أن القارئ استوعب ذلك الكتاب. شكرا لك على هذه المداخلة، وشكرا على هذا التوضيح. فعلا يعني من أساليب التفكير الناجح والإبداعي الاستقلالية، أي أن الإنسان يكون بعيدا عن الكتب التي قرأها، ثم يبدأ بعد ذلك بعملية العصف الذهني، وهذه من العوامل التي تساعد في عملية العصف الذهني الناجح. أرجو أن أكون يعني قدمت إجابة شافية وافية من خلال ما ذكرت يا أستاذ، فلا إن كان وضحت الإجابة فأرجو أن تشعرني بذلك، وإن كان هناك أي يعني توضيح آخر المجال لك ممكن أن يعني تقدم استفسار. بارك الله فيك دكتور علي، جزاكم الله كل خير، وكل الشكر والتقدير والامتنان لجهودكم المبذولة في هذه المحاضرة القيمة والرائعة، وعلى هديتك القيمة الكتاب نموذج ترويض الأفكار البحثية، هذا الكتاب القيم، جزاكم الله كل خير، واجعله في ميزان حسناتكم، وشكرا جزيلا لكم دكتور علي على هذه المحاضرة الرائعة، وفعلا منبع الابتكار والإبداع يأتي من الاستقلالية في التفكير والتلخيص لما تم قراءته ومناقشته، جزاكم الله كل خير. شكرا شكرا جزيلا لكم منصة أريد على حسن الظن بأخيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن الظن، وأن أكون قدمت النافع المفيد لأعضاء هذه المنصة الرائدة في مجال البحث العلمي. أكرر شكري للمؤسس والرئيس التنفيذي لهذه المنصة الدكتور سيف السويدي، وأكرر شكري أيضا بعد شكر الله لفريق التنسيق على رأس هذا الفريق الدكتورة هند حسين عبيد، التي حقيقة يعني بعد توفيق الله كان لها جهود في التنسيق لهذه المحاضرة، والشكر للدكتورة مريم قيس والأستاذ عدنان قلعة، وللمقدمة المبدعة الأستاذة صفاء محمد علي. في الختام، ليس بيننا وبينكم ختام، أرجو أن يكون الطريق قد بان والسبل قد اتضحت، على أمل أن نلتقي في لقاءات العلم والمعرفة في مجالات مختلفة. أقول إن كان ما قلته صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله من كل زلل، فإنما هي أعمال بنيتها، خذ ما صفا واحتمل بالعفو ما كدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الجميع كتابة الصالحين والصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. كان معكم علي موسى هوساوي في مكة المكرمة، مبتكر نموذج السيطرة على تراكم المعلومات البحثية ونموذج ترويض الأفكار البحثية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا لكم، وبارك الله بجهودكم دكتور علي على هذه المحاضرة القيمة. ومن روائع المقولات إن العقل البشري كالفضاء الواسع، يحتوي على أفكار لا تنحصر بالحدود، فلتطلق خيالك وتحقق ما يبدو مستحيلا، مقولة لنجيب محفوظ. وأيضا مقولة رائعة عن التفكير العميق، أنه جسر يربط بين الواقع والمستقبل، وعبره يستطيع الإنسان تحقيق التغيير والتطور.
مقولة لعبد الرحمن الكواكبي. ومعكم حضورنا الكرام ننتقل إلى شرح كيفية تحميل شهادة المحاضرة لهذا اليوم، يقدمها لنا سعادة الأستاذ عدنان قلعتي، مشكورا مأجورا. تفضل أستاذ عدنان، معكم الصلاحية. شكرا أستاذة صفا، بارك الله فيكم على هذا التقديم الرائع، أسأل الله أن تكون في ميزان حسناتكم، والشكر أيضا موصول إلى سعادة الدكتور علي موسى هوساوي على هذه المحاضرة وهذه الكلمات الطيبة والتي أسعدنا بها في هذه الأمسية الطيبة العطرة، وأيضا كل الشكر للدكتور على هديته الرائعة الكتاب الذي تم وضع رابط تحميله في الشات. نعم أحبتنا الحضور، ننتقل مباشرة معكم لشرح طريقة الحصول على الشهادة، وقد تم وضع رابط الحضور والشهادة في الشات لمن أراد أن يدخل بسرعة إلى الرابط ويحمل الشهادة مباشرة. أما بالنسبة للأعضاء الجدد فسوف نشرح بإذن الله طريقة الحصول على الشهادة بصورة وطريقة مفصلة. أحبتنا الكرام، عند الدخول إلى محرك البحث جوجل وكتابة منصة أريد العلمية فتظهر لكم أحبتنا الكرام بهذه الطريقة. وبالنسبة للأعضاء الجدد يجب عليه تسجيل حساب جديد، وهذا الأمر يتطلب فقط معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والإنجليزية، وكذلك بريد إلكتروني فعال وكلمة مرور وتأكيدها، ومن ثم اختيار الدولة التي نحن فيها. بعد ذلك نضغط على زر التسجيل. تأتي طبعا رسالة إلى البريد الإلكتروني، فبمجرد الضغط على هذه الرسالة سوف يفعل مباشرة الحساب ونصبح أعضاء رسميين في المنصة. ومن ثم نقوم بالدخول إلى المنصة، وهذه هي الصفحة الرئيسية له. نعم أحبتنا الكرام، تجدون في طرف الشاشة الأيمن نظام عليم، نقوم بالضغط على نظام عليم، وكما يظهر المؤشر أمامكم نضغط على نظام عليم، فننتقل مباشرة بعدها إلى الأقسام الخاصة بهذا النظام، نختار منها أول اختيار وهو المحاضرات القادمة. نعم ننتقل مباشرة بعدها إلى جميع الورش والندوات والمحاضرات التي ستقدم وقدمت في هذا القسم. نختار منها المحاضرة التي نحن بصددها الآن، وهي قراءة في كتاب نموذجي ترويض الأفكار البحثية. نختارها ونضغط على الرابط فتظهر الصفحة الخاصة بهذه المحاضرة بهذا الشكل. فمن أحب أن يختار أو يحمل الشهادة باللغة العربية، طبعا بداية يظهر زر أخضر مكتوب عليه التسجيل، نقوم بالضغط عليه فنصبح مباشرة مؤهلين لأخذ الشهادة. نضغط على إصدار الشهادة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، وطبعا هذه الشهادة برسوم رمزية قدرها 5 دولار فقط، وذلك لاستمرارية المنصة. تظهر بعدها الصفحة الخاصة بالتحميل للغة العربية بهذا الشكل، وبالنسبة للغة الإنجليزية أيضا بهذا الشكل. نضغط على زر التحميل، فمباشرة وثوان بسيطة تظهر عندنا الشهادة بعد الاقتطاع من الرصيد الموجود بحسابنا، وتظهر الشهادة بالصورة الواضحة أمامكم، وهذه بالنسبة للغة العربية، وأيضا هذا النموذج بالنسبة للغة الإنجليزية. نعم أحبتنا الكرام، وأيضا تم وضع، طبعا أيضا سنشرح قليلا عن طريقة إضافة الرصيد لمن لا يوجد لديه حساب في المنصة. فطرق تعبئة الرصيد توجد عدة طرق، منها عبر أعضاء أريد، وأيضا عبر البطاقة الائتمانية، وعبر بطاقة البايبال، وأيضا عبر شركاء الحوالات المالية، أيضا عبر الويسترن يونيون. وكذلك هناك موجود في هذه الصفحة شرح مفصل، فيديو فيه شرح مفصل لطريقة تعبئة الرصيد. أحبتنا الكرام، أيضا تم وضع الرابط الخاص بالكتاب الذي أهداه لنا الدكتور علي جزاه الله خيرا، وأيضا تجدونه بهذه الصفحة. ندخل إلى المكتبة الرقمية،
ومن ثم نقوم بتحميل الكتاب، وتوجد أيضا هنا يوجد تحميل الملف وتظهر لنا بهذا الشكل. هذا الكتاب الذي أهداه لنا جزاه الله خيرا الدكتور علي موسى هوساوي. نعم أحبتنا الكرام، أيضا ننوه إن شاء الله وذلك لكي تعم الفائدة، أنه غدا إن شاء الله سوف نقوم برفع التسجيل لهذه المحاضرة على الموقع الخاص بالمنصة على اليوتيوب، وهذه هي الصفحة الرئيسية الخاصة بالمنصة. أيضا تجدون فيها جميع المحاضرات التي قدمت في الأيام الماضية، وإن شاء الله غدا ستكون المحاضرة موجودة أيضا هنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والكلمة الختامية مع الأستاذ صفا، فتفضلي مشكورة، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان قلعجي على هذا الشرح التفصيلي الأكثر من رائع، بارك الله بجهودكم ووفقكم الله لكل خير. وصلنا معكم حضورنا الكرام لختام محاضرتنا القيمة لهذا اليوم، وعند التأمل في العقل البشري أنه كالبستان الخصب ينمو فيه التفكير الإبداعي والعلمي، وكلما تعمقنا في دراسة آليات التفكير البشري اكتشفنا أسرارا جديدة ومفاتيح تفتح أبواب المعرفة. نشكركم الشكر الجزيل حضورنا الكرام على حسن الاستماع والمشاركة والمداخلات القيمة، ونشكر باسمكم سعادة الدكتور علي موسى هوساوي مبتكر نموذج ترويض الأفكار البحثية على محاضرته الرائعة وكتابه القيم الرائع، لنتمكن من تحويل الأفكار إلى أفعال بخطوات عملية، ولنترك بصمة إيجابية بعالم المعرفة والاكتشاف لتحقيق مستقبل مشرق ومبهج. ومعكم نتطلع لكل جديد ومبتكر من خلال منصتكم الرائدة، منصة أريد الدولية السباقة بكل مميز وجديد. وندعوكم لتفعيل ومتابعة مواقع المنصة على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب والتليجرام وغيرها، ليصلكم كل جديد ومتميز. فالعالم بحاجة ماسة لأفكارنا المبدعة وتفكيرنا البناء من خلال تعاوننا واجتماعنا على الخير. ونختم بدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم مبدعين ومتألقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لكم.